اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انتهت مباراه النادي الاهلي ضد نادي شبيبه الثوره الجزائري بهدف مقابل هدف اخر. احرز هدف شبيبه الثوره الجزائري يحيى شريف في الدقيقه 59، ثم عاد كريم ندفد بالنادي الاهلي بنقطه التعادل في الدقيقه 85 في مباراه غريبه الاطوار وغريبه الشكل. شوط اول هادئ جدا جدا جدا، شوط ثاني استحوذ فريق شبيبة الثورة على الشوط أو أول ربع ساعة في الشوط الثاني، ثم مع بداية التغييرات شفنا شكل آخر للنادي الأهلي. والنص ساعة الأخيرة الحقيقة باستثناء دقيقة أو دقيقتين النادي الأهلي أفضل في كل شيء، أفضل في كل شيء في النص ساعة الأخيرة أو في الـ 25 دقيقة الأخيرة كان النادي الأهلي يستطيع أن يحرز هدف واثنين، ولكن تشاء الظروف. وزي ما قلت لحضراتكم ان مصيدة التسلل اللي كان بيلعب بيها نادي شبيبة الثورة الجزائري هي لم تلاحظ الا في الشوط الثاني، لانه احنا ما هاجمناش غير في الشوط الثاني الحقيقه في اخر نص ساعه، فبالتالي اصبحت واضحه جدا للجميع. عموما نقطه خير من لا شيء، ولكن كلام كتير هنتكلم عن ماذا حدث في هذه المباراه، وهنقول لحضراتكم تحليليا وتفصيليا ماذا حدث في هذه المباراه. ولكن خلينا نروح نشوف بقى ماذا يحدث في ارض ملعب المباراة مع مراسلنا كريم أحمد. يا كريم. أهلا بك يا كريم، يعني قول لنا أجواء ما بعد المباراة. يمكن الأجواء كانت صعبة جدا، كان هنا في الاستاد حضور جماهيري مكثف جدا، عندهم حماس كبير الجمهور الجزائري كمان اتصدر كيف توصف كتير في خارج المدرجات يمكن ما كانش واضح بشكل عام في الاستوديو او في ايضا كمان في تصوير المباراه. كان لقطه رمضان دي ولقطه رمضان اللي كان فيها انذار واضح ان الولد رقم 27 او لاعب الشبيبه استفز الجهاز الفني حاول ان هو يعني يحاول ان هو يقول له لا او كده، لكن كان واضحه جدا قدامنا. ايضا كمان الظروف هنا كانت صعبه، النادي الاهلي انتوا اكيد بتتكلموا حاليا كان بالنسبه للنادي الاهلي والنقص العادي مش كده، لكن بشكل عام الجو العام هنا كان صعب، الظروف كانت صعبه جدا، الجو الارضيه ارضيه الملعب كمان الكابتن محمد قبل المباراه قال الارض ضيقه، الحد ضيقه بالنسبه للعيبه احنا بنتعامل فيها، لكن الظروف اللي سايبه وعدم وجود ثرو الطريق الهجومي كريم حاول تيجي يمين او شمال شويه عشان نعرف نسمعك، هنكلمك تاني لان مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لانه الناس لازم تفهم ماذا يحدث، ومن فضلك حاول تشرح لنا اكتر ايه اللي حصل في اللقطه بتاعت رمضان صبحي لما خد فيها انذار عشان برضو الناس تفهم ماذا حدث. اذا كان رمضان مخطئ نقول ان هو مخطئ، اذا ما كانش مخطئ نقول برضو، لان الناس شافت ان هو جاي ياخد انذار، واضح ان هو كان حد زق حد او عمل حاجه، ما احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. فكريم من فضلك لو قدرت تيجي يمين او شمال شويه وتقول لنا ان الفريق مثلا خرج او مشي او ماذا حدث، ايه اللي بيحصل يعني، ولغايه ما يجي لنا كريم. طيب اتفضل يا كريم. الو كابتن اسلام، يمكن بقول لك انا الظروف كانت صعبه جدا، الاجواء الجمهور حماس كبير جدا ما شفناه كمان. معلش يا كريم لو سمحت لو تقدر خارج الخطوط لو تقدر تشرح لنا لو تقدر تشرح لنا قصه رمضان صبحي مره اخرى. واضح جدا ان كان في استفزاز من الولد رقم 27 او اللاعب رقم 27 للجهاز الفني للنادي الاهلي، فرمضان حاول يعني بحميه رمضان كده وحبه طبعا لتيشيرت النادي الاهلي وخدمه النادي الاهلي، لكن حاول يهديه الكابتن سعد عبد الحفيظ خارج الخطوط ناداه على الخط قال له لازم تهدى يا رمضان هتاخد انذار ثاني. كان في تحذير كبير، يمكن الحكم كمان النهارده انذارات كانت عديده جدا للاعبين سواء لعيبه الشباب ولاعيبه النادي الاهلي، لكن يمكن بين الشوطين كان في كلام كبير، يمكن كان في كلام كتير جدا من مستر مارتن والكابتن سيد عبد الحفيظ، كنا متواجدين بقرب كده وسط لسه شويه، سمعنا ان احنا لسه عندنا وقت ولابد ان احنا ما نديش فرصه للنادي الشبيب، وهم كانوا نازلين خايفين مننا. ده الكلام اللي قاله لمستر مارتن الكابتن سيد في غرفه دخل على الملابس بين الشوطين. الشوط الثاني النادي الاهلي زي ما انت شفت يا كابتن اسلام كان واضح ان في تغير بشكل كبير، كنا ممكن نحرز هدف واثنين وثلاثه، لكن بيلعبوا بتكتل كبير جدا اكد عليه المستر مارتن، قال عندهم تكتلات دفاعيه بشكل كبير لازم نستغلها، لكن اكيد نتيجه طيبه، نتيجه 1-1 كنا ممكن نحرز هدف واثنين وثلاثه، نتيجه طيبه في ظل الظروف الصعبه. واكيد انتوا فنيا يا كابتن اسلام هتتكلموا على عدم وجود سترايكر الثلث اللي قدام، مظبوط يعني شبه معدوم شويه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ما برضه مهما كان وليد سليمان والمهام اللي بياخدها من مستر مارتن والكابتن محمد يوسف. طيب اما بيكون في سترايكر سريع انا عايزك
صلاح ومروان وليد بيترو وبيترو. كريم بعد اذنك انا عايزك تطمني على حاجتين، يعني ممكن تقفل وتطمني على حاجتين. اولا وليد سليمان تطمنا عليه وتطمن جمهور النادي الاهلي عليه، لانه احنا شفناه في النهايه بيخرج وهو يعني مصاب او شايلينه، دي نمره واحد. نمره اثنين تطمنا على الفريق ان هو خرج من ملعب المباراه، لان يعني من الواضح ان الاجواء فيها بعض الحماس، ما فيهاش اي مشاكل ولكن فيها بعض الحماس، فتطمنا والاجواء كويسه انا فاهم، لكن حاول تطمنا اكتر لما الفريق يخرج. ولو تقدر تجيب لنا كابتن سيد كابتن محمد يوسف نطمن برضو او نفهم منه ماذا حدث في مباراه اليوم. اكيد يا كابتن اسلام هرجع لك ثاني، لكن بالنسبه للخروج لعيبه النادي الاهلي حتى هذه اللحظه النادي الاهلي متواجد، لان الجمهور بالكامل خرج مره واحده خارج الاستاد، ففي تامين بشكل مكثف جدا في محيط الاستاد. لعيبه النادي الاهلي، البعثه الاعلاميه، مهندس خالد الدردال رئيس البعثه، الكل متواجد حتى هذه اللحظه لحين التامين بشكل كامل لحين خروج بعثه فريق النادي الاهلي. وفي خلال لحظات باذن الله هقول لك على وليد سليمان. هو واضح ان في حاجه في الركبه شفناها للدكتور خالد بن محمود، كان على الخطوط، لكن اكيد هنقول لك التشخيص الصحيح في خلال ده يا كابتن اسلام. اشكرك يا كريم، وبنشكرك على مجهودك الرائع اللي بتعمله دايما طوال هذه الفترات وطوال فتره اي حاجه طمنا على طول اول باول. الحمد لله الامور جيده ومفيش اي مشكله خالص، بس عشان الناس عماله تبعت لي لا مفيش اي مشاكل يا جماعه والدنيا هاديه ومفيش اي مشاكل، ولكن حابين ان احنا نطمن حضراتكم من خلال كريم علشان برضو نبقى مطمنين اكتر ماذا يحدث في ملعب المباراه. وهنقول لحضراتكم بعد قليل وليد سليمان هل هو اصابه مهمه اصابه صعبه، ايه اللي هيحصل، ده اللي هنشوفه بعد قليل ان شاء الله مع مراسلنا كريم احمد. كابتن ماهر خليني ابدا بحضرتك، وتعادل مش عارف اقوله ازاي، ولكن كان من الممكن افضل مما كان. بالظبط، التعادل ايجابي بالنسبه لنا، احنا بنلعب في دوله المجموعات. نعم. مهم جدا انك انت بتحصل على نقاط، المباراه الاولى فوز بثلاث نقاط، النهارده كان عندنا هدفين يا كابتن اسلام بنسعى ليهم. هو الفوز خارج ملعبنا وتحقيق ثلاث نقاط على الثوره الجزائري، لكن لو ما خدتش ما وصلتش لنتيجه الفوز انت بتاخد النتيجه اللي هي التعادل بالنسبه لك، وانا شايفها يعني النتيجه ايجابيه بظروف الاجواء اللي يمكن مرت من خلال الجماهير. 17,000 متفرج بيشجع فرقه الثوره الجزائري، زي ما احنا قلنا يمكن في بدايه البرنامج قلنا ان الثوره الجزائري النهارده عنده اهداف وعنده دوافع من ناحيه المدرب، من ناحيه الجمهور، من ناحيه اللعيبه، ان هم عيد بالنسبه لهم ان هم بيلعبوا النادي الاهلي، نادي القاره، نادي البطولات الافريقيه. وزي ما احنا شفنا يمكن الشوط الاولاني فنيا ما خرجش بالمستوى اللي احنا كنا بنتكلم من خلاله، ان النادي الاهلي هيضغط من البدايه، وان النادي الاهلي يهمه ان هو يسجل هدف في الربع ساعه الاولى تفرق معاه من خلال مشوار ال 90 دقيقه. نعم. لكن شفنا حاجه ثانيه اسلام، 45 دقيقه النادي الاهلي استحواذ في نص ملعبه فقط لا غير، لكن في نص ملعب الثوره الجزائري ما شفناش بلغه الكوره المسانده الهجوميه الشوط الاول. المسانده الهجوميه من خلال النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه في ادائه. بالظبط، 45 دقيقه. نعم. كلها عباره عن قص نبض بين الفرقتين واحترام للفرقتين من خلال الشوط الاولاني، واستحواذ للنادي الاهلي في نص ملعبه، لكن في نص ملعب الثوره الجزائري ما شفناش يا اسلام الجمل التكتيكيه اللي احنا متعودين عليها على النادي الاهلي، الربط اللي بين الثلاث خطوط وبعض، مفتاح اللعب بقى اللي بيلعب الفرقه من خلال نص ملعب من ناحيه الاطراف. وده اللي حضراتكم طالبتوا فيه. بالزبط. من قبل المباراه. ويمكن 45 دقيقه ضاعت على النادي الاهلي ما حسيناش بكره حقيقيه، كره ايجابيه للنادي الاهلي، ودوافع واستنفار من لعيبه النادي الاهلي في حته احراز هدف مبكر. تمام كابتن شريف، يمكن وده كلنا كنا بنتكلم فيه، ان في ربع ساعه النادي الاهلي ظهر بشخصيه البطل في الربع ساعه اللي هي من اول الدقيقه تقريبا 60 او بعد التغييرات. بعد التغييرات من اول دقيقه 60 61 وحتى تقريبا الدقيقه 90. لماذا لم يلعب النادي الاهلي بهذه الطريقه منذ بدايه المباراه؟ بهؤلاء اللاعبين مش بهذه الطريقه. يعني اي لاعب في الملعب المفروض يكون عنده الشكل اللي يقدر يترجم الحاله اللي بتاعت الارض واللعيبه اللي قدامه. انت بتلاعب فرقه ما عندهاش فكره. فرقه الثوره دي دول ما الفرقه تعبانه قوي. يعني انت تيجي تاخدهم على اي ملعب تاني كده غير الملعب اللي هو الترتان ده تديهم 6 7 ما بيعرفوش يقفوا ورا. انت انا مش فاهم، يعني انا عندي كميه تساؤلات معاكم يعني النهارده، ازاي بلعب بالتشكيل ده من الاول؟ انا عايز ايه من المباراه؟ فشكل ال 45 دقيقه الاولانيين انك انت شايف انك عايز تتعادل من اول ما دخلنا المباراه،
لعيبه ما تقدرش بتلعب الكوره وهي خايفه، مفيش عنده حد عنده ثقه، ما حدش بيجي يلعب حتى من ناحيه الاطراف 1 2 ويلعب هي كوره كوره حيالله بس يعني. قطعك بس في النقطه دي تحديدا، لانه طبعا كلنا يعني زعلانين من اداء النادي الاهلي في الشوط الاول تحديدا، ولكن التشكيله اللي نزلت دي ما هو احنا مش شايفين التدريب، مش شايفين ايه اللي بيحصل في الملعب. ممكن مثلا يكون اجاي مش هيقدر ياخد من اول المباراه. انا قلت ما ينفعش اجاي ياخد، مش كده انا قلت لك كده، بس في حاجه ثانيه يا اسلام. اتفضل. انت النهارده بتنزل باي تشكيل باي اللاعب يبقى عارف هيعمل ايه في الملعب. ده اللاعب ده ما جاش اول هاف تايم، ده ما فيش غير كوره بتاعت محمد هاني اللي عملها بالعرض، وقلنا كلنا رمضان صبحي لو وقفها ولعبها بالعرض تاني هيجيب جون سهل. التفكير مش التفكير في اللعيبه كلها مش موجود غير على شكل احنا رد فعل. عايزين الفرقه اللي قدامنا دي فرقه مش قد كده يعني، لو فرقه قد كده كانت تكسبك النهارده. فرقه جيده ولا جيده ولا اي حاجه والله يا سامي، ما تزعلش مني. دي فرقه لا رايك انت والله اقول لك حاجه، هم فرقه مساعداهم الملعب ان النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب على الترتان ده. طيب بات الامر بات الامر واضح. طب خلينا نروح للاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي برضو نطمن على ملعب المباراه وماذا يحدث في الجزائر الان. يا استاذ خالد ازاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بخير يا أستاذ حسن. الله يخليك، الحمد لله. طبعا يعني احنا في مثل هذه الحالات لازم نقول هارد لك، لان احنا نقطة بالنسبة لنا اعتقد ان هي كان من الممكن ان يكون افضل مما كان في هذه المباراة. أستاذ خالد والله بص يا كابتن سامي، بداية كويسة الحمد لله، تمام ابتدت ترجع وتتلم وبتتعادل على بره ارضك في فرقه برضه ما هياش سهله، وبلد فيها كوره ما هياش يعني، وملعب ترتان يعني. الحمد لله انا معتبر النتيجه دي نتيجه كويسه، تمام، وبدايه كويسه ان شاء الله لجيل جديد للنادي، فرقه جديده وجهاز فني جديد ان شاء الله كده باذن الله. انا متفائل ونعوض بقى النقصتين اللي راحوا ان شاء الله في العوده بقى. استاذ خالد، قد تكون هذه المباراه هي نقطه انطلاق للقادم، ده قصدي حضرتك ان هي تبقى نقطه انطلاق للقادم وان احنا نقدر نكسب كل ان شاء الله الفرق القادمه يعني. لا مش سامع سامع معلش. بقول لحضرتك ان يعني من الممكن جدا ان تكون هذه المباراه هي بدايه انطلاقه جديده للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. بالظبط. انا شايف كده يعني، النهارده فريق جديد معظمه لعيبه صفقات جديده بيتجانسوا حبه بحبه. المباراه النهارده الشوط الثاني احنا لمينا نفسنا كويس وكنا الاقرب وسيطره اكتر في الشوط الثاني. بالظبط. فانا ان شاء الله يعني انا بقول لها بدايه كويسه. استاذ خالد طمنا بقى على الاجواء ما بعد المباراه، هل في مشاكل، هل في اي حاجه بتحصل، ولا الامور ماشيه بشكل كويس؟ لا لا لا، الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. احنا في اوضه اللبس دلوقتي، واللعيبه طبعا وليد سليمان عنده خدمه جامده. اللعيبه يعني حالتهم من النفسيه كويسه، حاسين ان هم بيرجعوا بيقولوا يعني برضو اسمه كبير، واللعيبه يعني الانتماء واضح يعني. النهارده اللعيبه مبسوطه يعني، النهارده لو كنا الله يقدر خسرنا كان يبقى الوضع مش كويس، الوضع سيء. انما انما الدنيا كويسه، والنفس اللعيبه يعني مبسوطه ان هم ابتدوا يرجعوا يعني، ابتدى الفريق يتجانس. تمام. هل اتحركتوا للاوتيل ولا لسه ما اتحركتوش؟ لا احنا لسه في الاستاد في الملعب، هم اللعيبه في اوضه اللبس لسه انا معاهم، ويعني قدامنا لسه مش اقل من نص ساعه يعني. استاذ خالد، الناس كلها بتسال على ماذا حدث من رمضان صبحي عشان يقدر ياخد انذار، يعني هو كريم كان معانا وبيقول ان هو اللاعب رقم 27 هو اللي احتك برمضان. لا طبعا، هو خلي بالك ساعتها احنا كنا مغلوبين 1-0. اللعيب بيشوف الكوره بعيد، بيبعد الكوره عشان ما تتلعبش اوت. فرمضان متحمس يعني، رمضان يا جماعه ابن النادي الاهلي، ورمضان عنده حماس غير عادي يعني. نعم. طبعا الراجل يبص للوقت اللي بيجي، وهم تعرف برضو الفرقه او الجزائر عامه او شمال افريقيا عامه بيحبوا تضييع الوقت اساسا يعني. مظبوط. فدي طبعا بتنعكس على الحماس بتاع رمضان يعني. تمام. هترجعوا امتى بالسلامه يا فندم؟ احنا بكره ان شاء الله هنرجع الجزائر العاصمه عشان مواعيد الطيران يعني، النهارده مفيش طياره خلاص، فبكره هنرجع الجزائر العاصمه، بس هتكون فاتتنا طياره مصر، فهنرجع مصر لحد ان شاء الله. تيجوا بالسلامه ونتمنى لكم كل التوفيق يا استاذ خالد. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي وامين الصندوق في مجلس اداره النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن شريف. كابتن اسلام،
انت تقدر تطلع من المباراه دي بدايه رؤيه اللعيبه وتقييمها بالزبط. اللي انت تقدر بعد كده تعتمد عليهم الفتره اللي جايه. واضح جدا ان في لعيبه مش كل ما الفرصه بتجيلها ما بتساعدش نفسها، ما بتثبتش ان هي تقدر تبقى في القوام الاساسي. عشان اقول كده قلت لك كان حشيش بيتكلم على اسلام محارب، فقلت له حتى لو اسلام محارب ده لعب في الاول ما هو هيطلع وهينزل ناصر ماهر بعد كده، ازاي انت تختار بقى القوام الاساسي بتاعك ان انت تعتمد عليه؟ وان شاء الله في الدقيقه 75 ابقى بغير، مش لازم اغير في الدقيقه 60 والدقيقه 40 والدقيقه الا في الحالات الاضطراريه. فاحنا عندنا لعيبه واضح النهارده انها الحمد لله، يعني انا مبسوط قوي الاجايب بصراحه انه رجع ولعب على ملعب جيد. انا قلت لي قبل المباراه ان هو يعني حرام. نقطه مضيئه في طريق النادي الاهلي خلال الفتره طبعا القادمه طبعا طبعا. ولعيب بيقف على الكوره كده وبياخد واحد والتاني ويعمل لغه مع هاني او مع رمضان صبحي، واللعيبه دي برده محتاجه ناس زي دي، محطات كده يقدر تلعب كوره زي بعض. وكان بيعملها الحقيقه مع علي معلول، وكان عبد الله السعيد موجود وكده، وكان ناجح جدا في القصه دي، ومن احسن اللعيبه اللي بتبقى الكوره تحت رجلهم ما تعرفش تاخد منه الكوره. يعني لعيب متميز الحقيقه. انا بقول له الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله في الملاعب الكويسه في الوقت اللي جاي تبقى موجود مع الفريق. اللعيبه بس النهارده هم حاسين قد ايه بالنقص، بس انا هرجع تاني والاخر مره هقول انا بعذر لعيبتي النهارده على الملعب اللي بيلعبوا عليه دول مش بتوع ترتان لعيبتنا، ملعب صلب جدا. الجماهير اللي موجوده طبعا مأثره على الحكايه. الفرقه اللي انا قلت لك عليها دي فرقه مستنياك انت في الاول هاف تايم تخلص عليها. انت ما خلصتش، انت مش عايز تروح، انت عندك لعيبه متعوره وبتلعب. انت التشكيل الاساسي الاولاني اللي انت لعبت بيه في الفتره النص ساعه اللي هي في اخر مباراه، انت تكسب واحد واثنين وثلاثه، مفيش فرقه تلعبك اوفسايد جيم يا كابتن مع النادي الاهلي وما كسبهاش 2-3-4. ده انت رحت بانفرادات ورحت وندفت كان ممكن يجيب واحد. بتلعب فرقه برضو واضحه. مش عارف تعمل الباس ان بتوين، مش عارف تعمل التشيب، مش عارف الملعب ده ما يعملكش يعور اي حد. اللعيبه خايفه من قصه الاصابات اللي على طول شغاله دي. فانا بعذر لاخر مباراه، انا بعذر اللعيبه الحقيقه في هذه الاجواء بهذا الشكل. انما احنا النهارده كان مفروض ان احنا ناخذ 3 نقاط، والفرقه دي احنا اللي سمحنا لها. احنا ازاي يا كابتن اسلام راجل يلعب كره بالعرض، وايمن اشرف الراجل لوحده بيطلع لوحده ويحط كره، امال انت واقف بتعمل ايه هنا في الحته دي؟ انا مش عارف. يعني في مهام في مهام للعيبه نفسها لازم تحاسب على هذا الشكل. دي بتضيع بطولات. احنا السنه اللي كان فيها حسام البدري ماسك راح من البطوله بهذا الشكل. الراجل الفيرود بيسبق الديفندر سعد سمير لو افتكر كان، ويروح حط الكره بدماغه في الارض ويروح مني بطوله. يعني الحاجات دي لازم بقى لو نخلي مارتن لاسارتي ياخد باله منها ويشتغل بقى وما يسمعش غير نفسه. خدت بالك؟ لان هو شايف اللعيبه دي. يعني انا حشيش قال لي هو جاب منين اسلام محارب النهارده؟ فقلت له لا، يعني يجوز بيفكر طيب بالشكل الدفاعي، فانما انا النهارده النادي الاهلي عايز ابقى النهارده على الاقل اشوف شكل تغيير من التدعيمات اللي الناس قاعده تدعمها في الفرقه. يعني تمام كابتن حشيش، تفتكر ان ارضيه الملعب واضح جدا ان حضراتكم واحنا قاعدين عمالين تتكلموا في ارضيه الملعب، كلكم طبعا نجوم كبيره وشفتوا ان ارضيه الملعب فرق كتير مع في ملعب المباراه. ولكن طيب خلينا ناخد الكابتن سيد عبد الحفيظ برضو نتكلم معاه عن هذه المباراه. كابتن سيد ازي حضرتك؟ كابتن ازي حضرتك؟ الله يخليك كابتن شريف، تحياتي الكابتن شريف والكابتن ماهر والكابتن حشيش. تحياتي ليكم كلكم الله يخليك. يعني كابتن سيد، هل واضح جدا ان ارضيه الملعب فرقت كتير النهارده مع النادي الاهلي؟ بص، يعني طبعا هي مرحله المجموعات او دوري المجموعات، يعني طبعا اكيد زي الدوري بالظبط، بتحاول ان انت تجمع اكبر عدد من النقاط سواء كان داخل ارضك او خارج ارضك. نعم. ان انت تاخد كل الماتشات اللي على ارضك بفوز، وتحاول ان انت كمان تلعب بره بتخطف مباراه او بتحقق نتيجه ايجابيه في المباريات الخارجيه، وده مهم جدا. يعني ان انت تجمع النقاط ده مهم جدا. يعني طبعا بالتاكيد الفوز كان احسن طبعا بكثير، لكن في النهايه النتيجه الى حد كبير مقبوله. كابتن سيد، لماذا لم يبدا مارتن لاسارتي باجاييه منذ بدايه المباراه؟ لان طبعا في تعليقات كثيره على هذا الموضوع. لا طبعا اجاييه من 28/7 ما لعبش خالص ولا مباراه رسميه، يمكن خد مباراه مع جمهوريه شبين من حوالي اسبوع او 10 ايام. نعم. مباراه وديه عندنا في النادي، لكن ما خدش اي مباراه خالص. وهذا طبيعي جدا، والنهارده بتلعب على كابتن كمان يا كابتن اسلام.
بيعتمدش حتى على نبيل طبيعي، وهو كان اصابته في الركبه، فوضعه طبيعي جدا ان انت تكون في مرحله اجريه، والاصابه الطويله اللي خدها اجريه انت بتتكلم النهارده 18 واحد 28 7 دخل على 6 شهور كامله، يعني 6 شهور كامله، فاعتقد ان ده كانت فتره كبيره جدا. لكن انا مبسوط جدا 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 يمكن تعدي بعوده اجريه سعاده كبيره قوي طبعا مع النتيجه وكل شيء، لكن واحد من العناصر الفعاله، واحد من العناصر لعيبه الكوره، واحد من العناصر اللي بتديك ثقل كبير جدا، هيفرق كتير جدا طبعا، من اكبر مكاسب اللقاء. وايضا خليني برضو اسال حضرتك عن عدم البدء بناصر ماهر والبدء باسلام محارب. طبعا دي حاجات فنيه، يمكن الراجل حب ان هو في البدايه يلعب 4-3-3، يعني انت عارف كمان ان احنا حته الراس حرب عندنا فيها اصابات متعدده، سواء وليد ازارو او مروان محسن او صلاح محسن، الحمد لله رجع هو كمان، لكن الراجل حب يشوف الاول الدنيا ماشيه ازاي، وده وضعه طبيعي، يعني ان هو يلعب باستكشاف في الاول يشوف الدنيا عامله ازاي. لكن لما نزل ناصر ماهر ونزل اجاي الامور تغيرت تماما، من افضل، نعم الامور اتغيرت بقت لصالح النادي الاهلي تماما. طبعا من افضل الاوقات اللي قلنا فيها اللقاء يمكن تحديدا من الدقيقه 60 او 61، وبعد الهدف اللي دخل فينا ونزول ناصر ماهر ونزول اجاي كانت بالنسبه لنا حاجه اضافه كبيره جدا. على العموم الحمد لله طبعا على التعادل، كنا نتمنى ان هو نكسب وكل حاجه، لكن زي ما قلت لك هي مرحله تجميع نقاط يعني. تمام. كابتن سيد برضو عايز اسال حضرتك ان شاء الله، يعني انتوا بكره هترجعوا الجزائر العاصمه، ويوم الاحد هتيجوا القاهره ان شاء الله مش كده؟ باذن الله احنا بكره طيارتنا الداخليه هتبقى الساعه 4 ان شاء الله، يمكن هيبقى في تمرينه خفيفه قوي على الساعه 12 هنا في ولايه بشار، وبعد كده هنتحرك على المطار، هنتغدى ونتحرك على المطار، هنبات في الجزائر باذن الله، وطيارتنا ان شاء الله هتبقى يوم الاحد الساعه 1:30 باذن الله. كابتن سيد اتحركتوا من الملعب ولا لسه؟ لا لسه والله. قدامكم قد ايه يعني وتتحركوا من الملعب؟ طبعا في حاجات كده حاجات تأمينية يعني لحظة مستنيين المؤتمر الصحفي لسه يعني بيخلص دلوقتي، وبعد كده هنشوف الناس المسؤولة عن الناحية الأمنية يعني. نعم. هم اللي هيواجهونا يعني. توصلوا بالسلامة إن شاء الله، ويعني نقطة جميلة جدا في صالح النادي الأهلي، نتمنى لكم يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، اتفضل يا كابتن محمد. بداية طبعا يعني نقطة أحسن من ما فيش طبعا، لازم نبتدي كلامنا بكده، بس لازم يعني نقول إن في طبعا أخطاء، أخطاء من البداية في التشكيل زي ما قلنا من قبل الماتش، بس هي وضحت ليه دلوقتي؟ ما أنا عشان كده قصدت إن أنا أسأل كابتن سيد تحديدا تمام. لماذا لم يلعب أجاييه من بداية المباراة، ولماذا لعب هو اتكلم على أجاييه بس، إنما ما اتكلمش على برضه مصر أنا ناصر ماهر. لا قال لك بس يمكن عشان المدرب عايز يتفرج يعني يشوف. قال لك هو الراجل كان بادئ بطريقه مختلفه 4-3-3 في وسط الملعب، فهو كان عايز حد يبقى يشوف الاول قبل بدايه اللقاء اللي هيحصل، وبعد كده يقدر يغير، بدليل ان هو لما تم التغيير الدنيا اتغيرت تماما. هو فعلا زي ما بنقول ان الدنيا اتغيرت لما حصل التغيير، بس ما اعتقدش ان مباراه زي دي خارج ارضك ان انت عايز تشوف يعني عايز تشوف تجرب في ماتش زي ده، عايز يأمن الاول، يأمن في مثل هذه المباريات الاول، وبعد كده يبقى في ايده الادوات او الادوات اللي يقدر يشتغل بيها الشوط الثاني مثلا يعني كان غير ده كلام الكابتن سيد ماشي، كان انا في رايي يعني كان غير من بدايه الشوط الثاني تماما. كان نازل طبعا ناصر ماهر، عشان انت قلت لسه من شويه بتقول حصل الطفره والتغيير من الدقيقه 66 بالتغيير اللي حصل ده، بان خطوره النادي الاهلي حتى في الشوط الاولاني ما فيش اي حاجه خطر من النادي الاهلي، انت لاول مره او مش لاول مره الفتره الاخرانيه النادي الاهلي فعلا بقى رد فعل مش فعل. نعم. خسر اهم مميزاته اللي هي المبادره، النادي الاهلي كان بينزل يبادر استغل اسم. معلش انا بس استاذن حضرتك ان انا لانه ده برضو عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على كابتن وليد سليمان. تمام. هو جزع في الرباط الداخلي للركبه، محدش نزل مكانه. طيب خلينا ناخد برضو كريم نطمن اكتر، كريم احمد من ملعب المباراه يطمننا اكتر على الاجواء هناك. كريم اتفضل. الو كريم،
معانا يا شباب ولا اتفضل يا كريم اتفضل. بجد تحيه ليك. كان سؤالك طبعا على وليد سليمان في المداخله الاولى، يمكن اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود عنده يمكن جزعه الرباط الداخلي للركبه، والصور ما كمان واضح عليها جدا الترسان اكيد او النجيله الصناعي مع المجهود، وكان تعرض لكدمه قويه جدا اكيد تابعناها كلنا، واضح جدا ان وليد كدمه مأثره عليه حتى وهو طالع ختم اسلام لاوضه اللبس اللعيبه، ممكن مسنده لعيبه النادي الاهلي مع الطبيب ان شاء الله باذن الله نطمن عليه، لكن التشخيص الصحيح لوليد سليمان حتى هذه اللحظه هو جزء فيه الرباط اللي داخل الركبه، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه باذن الله ويعود وليد سليمان واحد من اللعيبه المميزين جدا وفعل المجهود باذن الله، كل لعيبتنا في الاصابات وكل لعيب باذن الله تعود سريعا، لكن حتى هذه اللحظه وليد سليمان هي الاصابه الوحيده لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. النسبه التقريبيه يعني هيقعد قد ايه تقريبا بعيدا عن الملعب يا كريم؟ والله ده كان سؤالي فعلا للدكتور خالد محمود، قال احنا لابد ان احنا نعمل اشعه اول ما نرجع طبعا للقاهره بناء عليها يتحدد، لكن واضح ان الركبه ورمه فاكيد يمكن يعني ثلاث اسابيع لشهر طويله يعني. لكن بالتحديد او التشخيص اللي احنا نقدر نرجو للدكتور خالد محمود هيكون بعد الاشعه، وده اللي قال عليه حاولت اساله هل هيقعد اسبوع، هل هيبقى في راحه، هل وليد هيعمل ايه، ما نقدرش نحدد بالظبط، لكن التشخيص المبدئي بالنسبه لنا او التشخيص اللي احنا قدرنا نوصل له هو جزء في رباط الداخلي الركبه، واكيد ان شاء الله باذن الله وليد ما ياخدش وقت كبير، الفرقه محتاجاه والفرقه محتاجه كل اللعيبه ان شاء الله يا كابتن اسلام خلال الفتره اللي جايه. كريم من الواضح ان هناك يعني انا اتكلمنا مع الاستاذ خالد ومع الكابتن سيد، من الواضح ان في حاله من الاطمئنان على شكل الفريق. يمكن بالتاكيد طبعا زي ما الاستاذ خالد الرمدالي عضو مجلس الاداره قال عندنا صفقات جديده وعندنا بديل فني جديد وفي توليفه جديده جدا للانسجام مطلوب خلال الفتره اللي جايه، لكن عندنا ظروف كمان يا كابتن اسلام وانت تعلم كتير جدا الظروف اللي بتاثر على فريق النادي الاهلي، يعني يمكن اللعيبه لما بنتكلم معاها سواء شركه رامي بيقول احنا ما بنحبش يا كريم نتكلم على الظروف او نقول ان احنا عندنا اي غيابات او اصابات لعبتنا على قدر المسؤوليه، لكن فنيا انا كابتن اسلام انت واحد من نجوم النادي الاهلي تعلم جيدا لما يكون عدد كبير من اللاعبين وخاصه ثلاثه سترايكر بخط الباك رايت احمد فتحي بس معلم متواجدين عدد كبير جدا من اللعيبه مصابين، فاكيد الشكل العام مع اللعيبه في ظل الظروف والاجواء اللي احنا بنعيشها سواء في البطوله الافريقيه او في مباريات الدوري العام اللي بيشارك فيها النادي الاهلي وعنده نقص عدد كبير جدا، لا الفتره اللي جايه النادي الاهلي بالفعل قدر ان هو يعني صفقات مميزه لعيبه تعلم قيمه قضيه النادي الاهلي، والفتره اللي جايه يمكن اللعيبه ان شاء الله باذن الله وترفع للعيبه عندها ثقه ان خلاص النادي الاهلي قدر ان هو يستقر فنيا يستقر بصفقات، الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون مناصبنا كلها كابتن اسلام في الدوري في الكاس البطوله الافريقيه ان شاء الله حاله اطمئنان وحاله راحه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. انا بكلمك كمان دلوقتي لعيبه النادي الاهلي لسه هتتحرك من استاد 20 اغسطس بعد التامين اللي انا اكدت عليه، لان الجمهور كان متواجد بكثافه خارج الاستاد، اللعيبه دلوقتي في هذه اللحظات بتتحرك على اسلوب فريق النادي الاهلي، كابتن وليد سليمان ايضا كمان زي ما اكدت لك وقلت لك مع الدكتور خالد محمود يعني مستني كده طالع على الباص ان شاء الله يكون سليم وليد سليمان وكل اللعيبه باذن الله تكون سليمه حتى نعود الى القاهره كابتن حسين الشحات، ويعني كان من الممكن او في ناس بتتكلم ان هو لسه لم ينسجم تماما مع الفريق. هو ما كانش موفق النهارده الصراحه، يعني هو ما كانش موفق النهارده يعني ده اللي كان واضح، وحتى كابتن سيد بعد خلاص المداخله معاه بقول له حسين، قال لي حسين ما كانش موفق النهارده في المباراه، لكن لسه اللي جاي الراجل يعني اكدنا بكده، والراجل قال هو منسجم، الراجل قال الراجل ساله بعد كده قال انا منسجم قد ما اجي النادي الاهلي، لكن من واضح ان هو كان في سوء توفيق معاه في المباراه دي، ان شاء الله باذن الله حسين وكل اللعيبه تتم العناصر المميزه جدا ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه كابتن اسلام خلال الفتره اللي جايه على قلب رجل واحد، وباذن الله النادي الاهلي يعود لسلسله الانتصارات ومكانه الطبيعي في جدول الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه كابتن اسلام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على كل هذا المجهود، وان شاء الله لما توصلوا الاوتيل برضه نتكلمنا نطمن على وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة. خلي بال حضراتكم برضو ومعانا نجوم كبار يقدروا يتكلموا معايا في هذا الموضوع، ينتقل وعليه ضجة كبيرة جدا 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 بياخد وقت، بياخد وقت لغاية لما ينسجم مع الفريق، وخدوا بال حضراتكم أنا لما بقول لحضراتكم الكلام ده الناس بتبقى فاكرة أنا بقول لحضراتكم الكلام ده بناء على حصل معايا أنا كنت بلعب باك رايت وأنا منتقل للنادي الأهلي، الناس كانت فاكرة إن أنا هاخد الكرة من الجون أحطها في الجون التاني، ولكن أنا كان عندي مهام معينة خاصة بعملها من قبل المدير الفني أنا أو غيري أو غيري أو لا غيري. لا لا اتفضل. أنت جيت على فرقة ما فيهاش الإصابات دي كلها، ما فيهاش كم الغيابات دي، جيت وانت سوبر ستار، حسين الشحات ده سوبر ستار، لازم يجي على فرقه كامله القوام عشان ابتدي احاسب حسين الشحات او اي صفقه فيها توفيق او عدم توفيق اللي هي جايه، كابتن باهر كان بنتكلم في الموضوع ده، انت جيت على فرقه
النهارده النادي مظلومه. اللي انا اقصده الناس دي حتى رمضان صبحي رمضان صبحي مظلوم. انا بس انا انت تيجي انت بتزود الكفه. لا انت انت او غيرك بتزود الكفه. لا حضرتك مش فاهمني. انا قصدي انا قصدي ان الناس بتبقى منتظره منه حاجه هو هياخد الكره من الجون يجيبها جول. لا بس صحيح. الناس بتتفرج الناس شايفه ان في غيابات مش ممكنه شريف عبد المنعم لو نزل الملعب ما مش هلعب لوحدي. انا في غيابات وفي امكانيات موجوده جنب الراجل ده. ده الراجل ده عمل واحده في اول التايم راح واخد واحد واثنين ومغزل ده عايز يلعب. مفيش السبورتنج. مفيش وليد بيلعب النهارده ومتعور. رمضان الارض دي بالنسبه له اعتقد مش موجوده. اسلام محارب ما شفناهوش الشوط الاولاني خالص. هل التعليمات اللي بالنسبه له هل هي دفاعيه بحته؟ عمرو سليم ما بيتحركش. ده حيا الله راجل كريم نزل الثاني تايم اللي انقذنا راح بواحده واصر في هو ده لعيب الكوره يا كابتن. اللي بيروح وبيصر. ومحمد هاني تحرر وخلاص بقى خدوا الحكايه على انها النادي الاهلي ومش انا محمد هاني بس مش على نفسي بس على التيشيرت وعلى كل حاجه اسمروا وكانوا ممكن يكسبوا 2-3 بس النهارده مش عايز اظلم زي ما انا قلت لك النهارده اي حد من صفقات جديده من ده مش لعبهم ولا طبعا. ده اسلوبهم طبعا. ولا ديك امكانياتهم اللي احنا بنتفرج فيها على ملعب زي ده. انا اسف ان انا بس قطعت الكباتن انما انا في الحقيقه في صف اللعيبه يعني طبعا. كلنا في صف اللعيبه ان حتى الصفقات الجديده بتحتاج وقت بالظبط عشان تبدا تبان بضاعتها يبان قماشته يبان امكانياته. انت شفت رمضان مع اجاي عمل ايه؟ 100 مليون ولا 100 بتاع بيحتاج وقت برضه. لا مامال شفته رمضان صبحي مع اجاي بيلعبوا كرة عامله ازاي وبعدين نعمل التشيب لواحد جاي من ورا بقى في تحركات كمان يعني انا اسف ان انا بقاطعكم انما انا شفت شكل موجود هيجي بقى هو هيجي ليه بس في لعيبه بقى نزلت الملعب ناصر ماهر نزل لعيب كوره الراجل بتاعنا ابننا الصغير في السن انا على طول النقطه دي كريم ندفد ورمضان صبحي صغير في السن برضه انا بقول لسه ده لسه الراجل اللي عنده كتير قوي يعني ده عنده كام سنه احنا بنتكلم بقى شريف قلنا النقطه دي محتاجه وقت يحصل تجانس يعني نتكلم على حسين الشحات يبدا يفهم محمد هاني العاب الكره في رجليه واخد بالك حسين الشحات العاب قدامه ده كلام مظبوط واخد بالك هو يقدر يعمل اوفرلاب يقدر يخش جوه ونطلع من وراه الكلام ده كله بيجي بالوقت يا اسلام يعني حتى يعني علم التدريب يقول لك ايه حتى المدير الفني مش هيبدا يبان شكله واداءه وخطته واذا كان دفاعيه وهجوميه الا بعد 3-4 مباريات وبعدين لما يحصل نوع من الثبات نوع من النتائج بتتحقق بهذا الشكل يعني الكابتن سيد اتكلم قال لك ان المطلوب من دوري المجموعات ان انا اجمع النقاط فانت النهارده الحمد لله رب العالمين احنا يعني فقدنا 3 نقاط لكن ربنا عوضنا بنقطه مهمه جدا بالنسبه لنا الشوط الثاني هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه ان الشوط الاولاني كان متوسط فنيا لكن الشوط الثاني بدا يبقى فيه التغييرات من بدايه الدقيقه 70 او يمكن من خلال 66 بدا بقى يبقى ليه النادي الاهلي شكل واداء زي ما احنا قلنا نزل جاي برضك من النوع اللي هو احنا اطمنا عليه انتوا الثلاثه قلتوا احنا قاعدين دي لعيبه كوره اللي بدانا في الملعب بدانا نحس بلمساته اللي هي وحشانه بقى لها فتره فانا عايز اقول لشريف ان كل ما بيرجع نجومنا المصابين بيرجعوا للفرقه مره ثانيه بيبدا يتحسن شكل واداء النادي الاهلي فاحنا عارفين احنا هناخد لنا مباراه واثنين وثلاثه لحد ما يبدا يبان شكل واداء النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه فاحنا باذن الله بنطمن جمهورنا ان النادي الاهلي قادم ان اداؤه الفني اللي انتوا عايزينه يرتقي من مباراه لمباراه فعلا بيرتقي المباراه لمباراه النهارده كمان يمكن كابتن اسلام العامل البدني في الشوط الثاني اللي احنا كنا قلقانين منه افضل بدا يبقى افضل خلال الشوط التالي فانا عايز اقول ان ثبات الفريق والتجانس وطريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها كل ما يبقوا موجودين بشكل اساسي كل ما هيبان حلاوه واداء النادي الاهلي تمام انا برضو عايز اسال حضراتكم قبل بس ما نطلع فاصل النهارده كان في حاجه غريبه جدا اي كره بتتحسب علينا اوفسايد ما فيهاش اعاده لا حاجه غريبه جدا اصل الناس هنا كتير كانوا بينتقدوا وحاجتهم هم كلها متعاده يعني برضو كانت حاجه غريبه الحاجه الوحيده اللي اتعادت هو الهدف التسلل بتاعهم اللي في الاخر وهو هو من الاول خلي بالك باين هم بيعدوا نفسهم ده بيعدوا نفسهم بعدين يشوفوا نفسهم صحيح. لكن انت انا متخيل مثلا الكره بتاعت حسين الشحات اللي قطع من ناحيه الشمال لجوه دي مش في حاجه وبتاعت علي معلول ما انا ما شفتهاش انا لا اجزم ان بس هي الحكم صحيحة. نفسه اللي في الدايره الحكم المباراه انا بعتبره من احسن الحكام الموجودين لا والاثنين لاين مان الحقيقه برضه لانه حسب تسلل بس تسلل واضح الحقيقه الجون الاخير اللي في بعض الماتشات بتمشي
في بعض الماتشات بتمشي. لو عايز يمشيها هيمشيها. لكن اللي انا اقصده ان يجب ان يكون هناك حاجه، يعني ما احنا مش عارفين نشوف الماتش. انت مش عارف تشوف الكره دي تسلل ولا مش تسلل. هو ده بقى دور الاتحاد الافريقي في التعليمات اللي بيديها طبعا للفرق اللي بتلعب على ارضها، حته التصوير عشان تبقى الموضوع فير بالنسبه للناس كلها، وانت برضه تقدر تحكم على الحكم. وده اللي انا بقوله كويس. لازم يبقى في تعليمات. قلبوا اجريسيف لموضوع هم اللعيبه بعد ما جابوا الجون قلبوا اجريسيف عليك. احنا عارفين انا من عارفين وياخدوا الكره مش عايزين يدوها لك، وابتدت بقى النقطه شريف. انا عايز اقول حاجه، اسلام ده وضع طبيعي بالنسبه للجزائر. احنا عارفين الكلام ده كويس قوي، وعادي جدا انك تقعد في الملعب برضه تستنى للتامين عشان تخرج بعديها مثلا بنص ساعه. لا خلي بال حضرتك، مفيش اي مشاكل. متعودين يقول لك الجمهور عمال يحيي ويسقف اللعيبه ومبسوطين هم طبعا، والفرقه بتتحرك للفندق خلاص. يعني انا عايز اتكلم عشان يعني في كذا نقطه كده، بس عايز اقولها من الناحيه الفنيه. الناحيه الفنيه طيب، خلينا نطلع نعمل فاصل وبعدين نرجع من الفاصل حضرتك تتكلم على النقاط الفنيه في هذه المباراه. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم مع كباتننا الكبار عن هذه المباراه من الناحيه الفنيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه انا برضو شايف حاله من مش عارف في ايه الحقيقه، على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى الانستجرام كل مواقع التواصل الاجتماعي. لكن في الحقيقه كابتن احنا برضو عايزين نتكلم في اطار ان احنا الراجل ما بقالوش 4-5 ماتشات تمام، وعنده كام واحد مصاب؟ 7-8. وكل شويه طب نبتدي نحاسب الراجل ده لما يبقى بالظبط الفريق متكامل، الفريق واقف على رجله، الفريق عنده مجموعه من اللعيبه تقدر زي ما الكابتن شريف كان بيقول. انا اقصد ان احنا يا جماعه لسه بدري جدا يا جماعه. انا مش عارف هو في ايه، لسه بدري جدا جدا جدا. انا وجهه نظري ان انت تبقى جاهز في الوقت الاهم. الوقت الاهم ده اللي هو امتى؟ المباريات قبل النهائيه والنهائيه. بالظبط، ان انت تبقى جاهز بمجموعه اللعيبه ده فكر صحيح 100%. فالناس بس مش عايز الناس تستعجل لها احباط. الناس مستعجله على الصفقات اللي جت متوسمه ان هي هتوديهم في حته ثانيه. الفكره ايه؟ ان احنا ما بنقولش طبعا ما حدش بينقد الراجل، ولسه ما ينفعش حد ينقده دلوقتي قوي. ايوه كلمه دلوقتي، لان لسه بيتعرف برضه في اطار التعارف لسه على بعض اللعيبه، ولا نزل ده من البدايه ولا نزله في الشوط الثاني ولو لعب ده كذا. بس في حاجات معينه احنا لازم نقولها على بعض اللعيبه. نعم. يعني في اخطاء فرديه ملهاش علاقه بقى بان انا نزلت في الملعب وانا بلعب للنادي الاهلي ما بلعبش لاي نادي ثاني. الاخطاء قبل كده خرجتنا من البطولات الافريقيه والبطوله العربيه من اخطاء. جون زي النهارده اللي جه فينا ده جون ساذج جدا جدا. ان واحد يقطع قبل من كل الاطراف المساك من الناحيه دي من بدري قوي، ده انت حتى ما ضايقتوش حتى، يعني انت فاهم ازاي؟ ده بقى حاجه فرديه، تحركات ما بنقولش دي لها علاقه بقى. وبعدين الناس اللي بتلعب دي الاساسيين، مش جاي من اصابه ولا جاي من كذا. انا بتكلم في الجون تحديد ايمن اشرف في الكرة دي، مهم قوي ان انا اروح اقطع يا كابتن ماهر، وانت كنت استاذ في المواضيع دي. لا ومحمد هاني سايبه برضه يرفع عشان عايز يخلص من الكوره. انت فاهم؟ ففي حاجات انت عايز اقول لك حاجه، احنا بدايه المباراه انت برضه افتقدت شخصيه النادي الاهلي في المبادره واستغلال اسمك كنادي اهلي ان انت تخلص على الفرقه. الفرقه مستنيه على فكره. انت اللي جربت ناخد انا دايما الوضع الاخر. لكن عارف ده حضرتك ليه؟ لان انت ما عندكش مهاجم. احنا في اوقات كتيره جدا حتى اللعيبه نفسها لو تاخد بالك يا كابتن شريف يا كابتن محمد يا كابتن ماهر، والكره لما بتطلع طويله بيبصوا لبعض كده الحته اللي قدام دي مفيش عمق هجومي. بدليل ان اجاي اللي بقاله 6 شهور قاعد في البيت او مصاب لما نزل حل الموضوع. طب انا عايز اقول لك ارد عليك في دي، ان هو يبقى عندك عمق هجومي تقدر تشتغل عليه. اقول لك على دي، اتفضل. في برضه كان ممكن حلول. انت عارف انت عندك نوعين من راسين الحربه، يا راس حربه محطه يا اما راس حربه بيستلم على الجناب وفي المساحات. نعم. انت ما عندكش راس حربه، طب ما تنزل محمد شريف، راجل سريع عنده انطلاقات وممكن يجري لك في المساحات لو عايز تعمل عمق. يعني انا عايز اقول برضو ان ممكن كان يوسف يبقى له دور في الحته دي مع الراجل في انه يقدر يتكلم، زي برضو البدايات بتاع اللي هو التشكيل من البدايه. تعرف نزل مين اخر تغيير؟ حمودي. في حاجه يا اسلام كمان انا عايز في انا حاجه عايز اتكلم فيها بصراحه. يعني
احنا مع احترامي الكامل للجميع احنا مش هنقعد نقول كل مرة ان في اصابات بقى وكده، لان واضح ان الاصابات دي مستمرية. انت كل ماتش دلوقتي او كل تمرين عندك ناس مصابة. انت دلوقتي اللي موجود عندك دول خلاص ده قوام النادي الاهلي. انت الناس اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي انت ما عملتش اعارات، او لو واحد مش على المستوى مشيته انت خلاص احتفظت بالناس دي، يعني الناس دي اللي مكمله معاك واخد زي ميدو جابر وزي احمد حمودي وزي الناس دي كلها، فانت خلاص لازم تعتمد على الناس دي. اصابات هتفضل، في اصابات واضح انها هتفضل. النهارده بنشوف وليد سليمان، انما انا عايز اقول لك ان انت كمان مفتقد حاجه مهمه جدا. يعني النهارده مثلا بالشوط الاولاني يا كابتن ماهر، كابتن شريف، حد عارف احنا كنا بنلعب ضغط على الجناب ولا كنا احنا ما كنا كان الناس بتستلم براحتها على الجناب واحنا بنحلق وتتلعب، مش ده اللي كان بيحصل؟ طب احنا كنا بنلعب ايه، ضغط زون ديفنس ولا ضغط، ولا بنلعب بنضغط من قدام ولا من نص الملعب؟ ما كانتش باينه الحته دي. بقول لك يا حشيش عندنا فاكر ايام كنا بنلعب احنا كنا كفرقه تكسب يا اسلام رغم ما بيغيرهاش اللي تكسبوا العبوا يا كابتن. بس انت كل ماتش عندك مصاب، انت كل ماتش انت بتالف حكايه. انت كل ماتش كريم نجد النهارده مش لعب في الحته دي واجد وكان لاعب في الباك رايت واجد، الماتش الجاي ما بتلاقوهوش. صحيح، ما ينفعش. انا عايز اكسب اطلع لقدام. انا عايز اتكلم على نقطه الحته دي مجنناني. اتفضل يا كابتن. مضايقاني انا الحته دي، يعني ايه لعيب رجليه في الملعب وجوكر وسنه صغير وابص الاقي مش موجود تاني ماتش ليه؟ مش مصاب. بص بقى انا عايز ده كلام الناس، في نقطه يعني كابتن اسلام عايز اتكلم فيها عشان مضايقاني قوي. اتفضل. اولا طول عمر النادي الاهلي على اختلاف الاجيال عنده قائد في الملعب، احنا مش شايفين قائد في الفرقه في الملعب. القائد ده اللي بيربط الفرقه كلها مع بعضها. انت تحس ان احنا في الشوط الاولاني الاثنين وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، ايه انا ديفندر ان انا كل ما الكره تجيلي العبها جنبي وارجعها لورا ما ابصش لقدام؟ مش مجهز، مش مجاهد. لا، وبعدين في حاجه اخطر اللي هي موجوده في ثلاث ارباع اللعيبه الموجوده، عدم الثقه، انك خايف تغلط. لو انت كل شويه مش قادر إيه؟ كل كره خد الكره واطلع خطوتين، خد الكره واطلع. مش يعني انا بلعب اثنين ديفندرات دولت، يعني انا بلعب ناقص اثنين عشان كل اللي يجي لي بس اقطعها، وبرده ما بقى يعني وبرده بيحصل غلطات. طب انا بخسر اثنين في نص الملعب، اثنين شبه بعض ما شفناهمش وما شفناهمش ازاي يعني؟ يعني النهارده السوليه وندفد ولا اسلام ما شفتهمش اول تايم. اسلام ده ما يعني انت تعرف القصه من البدايه، انما الاثنين اللي انت معتمد عليهم من قبل كده وبعد كده يعني مش معقوله لازم يبقى في لعيبه كره في نص الملعب. لما نزل نصر ماهر عنده حته ان انا رقص واخد ياخد فاول يعدي اعمل خلخله. التدوير بقى والحلول برضك بتحسب للمدير الفني يعني. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه كمان يعني اخيره، لكن التدوير والحلول انا عايز اقول حاجه اخيره بتحسب للمدير الفني انه قدر يضيف ناصر ماهر. ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك الشوط الثاني. هل انا كمدير فني لازم يبقى في ايدي حلول اقدر اغير بيها الملعب؟ لازم يا كابتن اسلام نعرف، ولازم الناس تعرف الحشيش ان الراجل بيتعرف بكل الناس، بيتعرف بكل الناس. فالنهارده طيب. النهارده انا في رايي انا ما اقصدش حاجه، انا عايز انا كنادي اهلي انا المبادر هتيجي، عايز امكانياتي القويه اللي تخليني اروح الناحيه الثانيه وترجم التقدم. كل الجزائريه هيعملوا لك ازاي؟ شابوه يا شريف، في حاجه كمان انت لعبت وانت الاحسن واحنا هنحسن غير عمق هجوم. لما انت ما عملتش حاجه، في حاجه كمان. طب ما انت لما دخل فيك الجون ابتديت تتغير وتضغط وتلعب واتنحررت شويه بعد التغييرات يعني، بس في 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 نحرره، في حماس، في ضغط، في استموات على على الكوره. ده فعلا هو مش كل مدير فني. طب هو مش بيلعبوا في سايد جيم لا مش كل. طب انا عايز اقول لك حاجه في التغيير، معلش عشان انا بس حاجات مش عايز انساها. لا لا اتفضل. التغيير اللي هو الثاني بتاع حسين الشحات ونزل اجاير، ليه ما كانش اتعكس بقى وليد سليمان؟ انت وليد سليمان جاي من اصابه وترتان واضح النهارده مش موجود، ان هو مش في يومه من البدايه مجهد. طب ما انت وبعدين انت عايز حسين الشحات ان هو يندمج مع الفرقه اكتر ويلعب اكتر، فليه ما خليتوش وغيرت وليد؟ دي برضو حاجه كان مهمه، برضو الجهاز لازم يبص عليها، لان احنا قلنا من البدايه يعني انا كان رايي من البدايه وليد ما يلعبش، مع حبي وتقديري اللي طبعا وليد انا بالنسبه لي نمره واحد في النادي الاهلي غير مؤهل، انما مش قادر. طب ما نزل حد يجري طالما انت بمبدا اللي انت سمعناه اللي اتكلمه قال لك الراجل عايز يجرب ويشوف. الله، طب ما تشوف حد تاني غير وليد في المباراة دي. والله اسلام امبارح قال لي، امبارح او اول امبارح، قال لي على شريف، قال لي على محمد شريف، محمد شريف خدت بالك، وقال على اجاي جونيور. انا جونيور اتفقت زي بتاع، حرام انه يجي يلعب من الاول
قلت له محمد شريف ده هيبقى على الطرف، يبقى هنضطر ندخل وليد جوه. مش وليد، هنضطر ندخل رمضان صبحي جوه وهي مش حتته. اي نعم ممكن يعمل كده. فلقينا ان البديل الوحيد اللي هو لو كويس وليد سليمان، اللي هو رجليه في الملعب الحاله التبادليه. طلع الراجل ده صح مع الفرقه دي؟ لا ده مع الفرقه دي طلعت انت صح طبعا. ان محمد شريف ده بالجري بتاعه بالاختراقات بالخلخله كان ممكن يبقى عندنا وجود في اول هفتاي. ده النقطه اللي انا بقولها، انت بمبدا انك عايز تجرب واوريدي عندك انت مش قادر تتحرك من الاصابات، كم الاصابات؟ طب ما ريح الراجل ده من البدايه ونزل واحد زي محمد شريف بالانطلاقات يقدر يلعب لي راس حربه بقى اللي هو بيتحرك على جنابه والاختراقات والكلام ده. وبعدين انت يعني انا يعني حته التغيير ده، انت عارف وليد سليمان مغير في الدقيقه كام؟ 90. لو ينزل ما غيرش وليد غير رزق يعني صار. انت فاهم اقصد ايه؟ يعني طب ليه انت سايبه لغايه الاخر؟ ما عندك تغييرات وعندك. ما غيرش جام ده، ما غيروش ده، استنى لما قال انا مش استنى قادر ما خلص وبعدين غير. استنى ما خلص. طب ليه ونزل يعني حمودي ما نزلش محمد شريف برضو حد سريع او حد يقدر يروح رايح جاي؟ فما في حاجات غير في موفقين فيها. في حاجه كمان يا اسلام اللي انا بكررها تاني وهفضل اكررها، نص الملعب لازم يبقى فيه لعيبه كوره. ما ينفعش ان انا بدافع، ما ينفعش ان انا باتنين شغلتهم انهم بس. طب عايز اقول لك حاجه، انت النهارده مش حاطط اتنين ديفندر عشان يبقى عندك اتنين طايرين طرف يمين وطرف شمال؟ ما حصلش الكلام ده. محمد هاني الوحيد اللي كان بيطلع عن استحياء، هو بيخش جوه بيعمل ازعاج وبيعمل محمد هاني كان بيطلع عن استحياء، شفنا معلول مش هو دي انطلاقات معلول. فانت اذا عندك الاتنين متعطلين الطرفين، وعندك اتنين كمان في نص الملعب ما بيتقدموش ولا عندهم الجرأه ان هو يكمل مع ال على فكره احنا بنقول الكلام ده للعيبه طبعا، احنا عايزينهم احسن ناس بجد. طبعا عايزينهم يبقوا فعلا عندهم شكل الامكانيه لما بيلعبوا، وفي غيابات ازارو وغيابات مروان وغيابات صلاح محسن، وعشان ما عندناش انا كنت مستني اللعيبه نفسها تعوض ده من نفسها لانه ما عندهم امكانيات. دول احسن لعيبه في مصر اللي موجوده دي قدامي، لو خدتهم واحد ورا الثاني كده استحاله اقول لا، هقول مين؟ كلهم لعيبه جامده وكلهم خبرات. نادينا بياسر ابراهيم، ايمن اشرف بتاع منتخب مصر، محمد هاني عامل شغل جامد جدا، علي معلول منتخب تونس، عمرو السوليه الحته دي الملك في بتاع عصام عاشور، كريم نزلت الشباب والكلام من ده وما اعرفش ايه، حسين الشحات اكبر صفقه موجوده عندنا بتاع، اسلام محارب مش موجود، رمضان صبحي وليد سليمان من اعظم اثنين لعيبه موجوده. يعني مش قادر اللي مضايقني انا قلت لك اسماء تخض، عايزين ابره وفتله. ازاي اوظف ده جنب ده جنب ده جنب ده؟ بقالك كام سنه بتتكلم عنهم؟ لعوده بقالك كام سنه؟ بقالي سنه. طيب بقالك سنه وبتقول كده مظبوط؟ يبقى اذا اللي بقاله شهر ولا شهر ونص ما كانش ازارو متعور وما كانش وليد بس هو ده اللي احنا بقى ده مش عايز يلعب بازارو ومروان محسن. خد بال حضرتك ده مش عايز يلعب بازارو ومروان محسن وهما الاثنين كويسين. انت ما هو ربنا برضه وعفوه بالعقل. انا النهارده 4 2 3 1 دي انا مش فاهمها. ده انا عايز اقول لك حاجه، بس عايزين نتكلم في النقطه. عايز اقول لك على حاجه، انما انت الكالتشر بتاعك انت النادي الاهلي الثقافه ما اقول لك ليفربول بيلعب بثلاثه قدام عايزين صلاح عايزين طيب. وماني نسمع عايزين نقدر نقول النهارده ان في النقطه الايجابيه اللي هي التغييرات اللي حصلت من بره لجوه وكانت مثمره من خلال الشوط الثاني. الحاجه كمان اللي النهارده لفتت نظرنا بشكل جيد الجمله التكتيكيه اللي اتعملت، بصيت التسلل اللي عملها فريق شبيبة الثورة وازاي ده الاهلي وقع فيها يمكن اكتر من مره او مرتين. الله اعلم. قدرنا بالك، انا في ناس كتير عماله تبعت لي تقول لي ان الكورتين مش تسلل، معرفش شافوهم يعني ازاي، بس بيقولوا الكوره بتاعت علي معلول. تخيل حد، ما انا برضو معلش يا كابتن، يعني خلينا نتكلم بمنطق تاني. لو دلوقتي الكوره بتاعت حسين الشحات دي ما اتحسبتش ودخل الجول، الكوره بتاعت علي معلول دي ما اتحسبتش ودخل نكسب المباراه، نكسب المباراه كان هيبقى كلامنا ازاي؟ هو ده ولا كنت هتبقى مختلف في الكلام؟ الكلام ده حصل بعد التغيير ولا قبل التغيير؟ لا بعد ده، كان ناصر اللي عامله، ناصر ماهر. طيب يا كابتن احنا بنتكلم في ده يا كابتن. ايوه ما هو ده احنا بنتكلم في المبادره، ده المبادره جايه لك في الدقيقه 66 بعد ما دخل فيه الجول. وبعدين يا كابتن احنا بنتكلم في الكالتشر. عايز اقول لك حاجه، النادي الاهلي شايف الناس خايفه منك وقاعده بتتصور معاك في الملعب، فاهمني؟ لازم يبقى عندك الانياب اللي بتدفعك انك انت يبقى ليك وجود، حتى التكتلات اثنين ثلاثة لعيبة جوه الملعب بيعملوا مثلث أو أي حاجة غايب، حتى القرار من كل لعيب بيلعب مش موجود، المسؤولية في الباص، التحرك، احنا ما عندناش تحركات خالص، أول ما اتحركنا جبنا جون وكنا ممكن نكسب 2-3. صحيح. دي النقطة بس اللي أنا بقول بوينت أوف أتاك للعيبة، إخواتي، دول إخواتي،
عندكم كتير قوي بالظبط مالكم متكلبشين ليه؟ خايفين من ايه؟ هو ده بقى دور المدرب في الفتره الجايه. ايوه ان هو يصلح الحتت اللي احنا بنقولها المساعدين بتوعه الاخطاء على المستوى الفردي في حته التمركز يا كابتن ماهر والحاجات الصغيره دي كمان هو وفي حته الثقه بقى ازاي انا لعيب كوره انا بلعب في النادي الاهلي امال لو بلعب في حته ثانيه اعمل ايه؟ عشان ده في لعيبه شاريه انا مؤاخذه انا اسف لعيبه شاريه حته بتمشي فيها وبتجري فيها ما بيتحركوش لا عايز يطلع قدام ولا عايز يطلع ورا لا انت ما كنت بتلعب بتكلم ان لازم خلال الفتره اللي جايه يبقى في زياده ثقه زياده اللعيبه نفسها مهمه جدا جدا لازم يساعدونا شويه داخل بال حضرتك هيجي ده دور الجمهور دور وزارع الثقه في اللعيبه دي انك تدي اللي عندهم بالظبط لان انت بتقول انت حضرتك قلت كلمه حلوه جدا ان هم مكلبشين في الارض عايزين يتحركوا خلي بالك انا بقول ان ممكن دي يكون تاثير ممكن المجموعه دي من اول السنه شافت برضو بعض الاخفاقات طبعا والنقطه الثانيه كمان فممكن تكون خايفه لان هم عارفين ان جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وعايز بقى الدنيا تتغير وعايز الدنيا تبقى كويسه وعايز المكوين الاساسي بتاعك كانت كل اللعيبه دي بتلعب هو اسلام ده ما كانش بيلعب مع حسام بدري طبعا وميدو جابر ده ما كانش بيلعب مع حسام بدري كلهم ليهم 35 دقيقه 40 دقيقه 20 دقيقه كل واحد كان ليه ايد اوعى تقول لي ان ما كانش في حد ما بيلعبش لا كله بيلعب تدوير القصص اللي حصلت في الفرقه والتغييرات والكلام ده حسام هيعمل تدوير اليومين دول انا مش فاهم ما كنتش انت هتقودني انا مش هشوفك بعد كده مظبوط ولكن بالظبط كده عرفتني بالظبط كده هو ده الكلام اللي احنا لازم يبقى بنتكلم ما تزعلش بقى بتاعه ما تزعلش لما اقول لك فريق عايزك نقطه مهمه اسلام قوي ما تزعلش لما يجي لك عقود من بره اقول لك اللعيبه الموجوده دي عندها فرصه وانا قلت الكلام ده قبل كده فرصه ذهبيه انها شافت الملعب بتاع النادي الاهلي انها تبقى في تشكيل النادي الاهلي 11 في لعيبه غصب عن الناس اللي موجوده حشيش انت لعبت ازاي لعبت ازاي ده كانت الفرصه جت لما مين اتعور الكابتن مصطفى يونس جاله كسر يا دوبك بس لقط وثبت وده المطلوب شكرا حسياتك لعبت ازاي؟ كابتن حسن حمدي اعتذر لعب جنب مصطفى يونس منتخب مصر بعدها بدقيقتين بعدها بخمس ثواني احنا الباصه كانت محسوبه عليك يعني انا كنت بطلع الناس بتحاسبني انت في 90 دقيقه بصيت باصه كده غلط تخيل كنت بطلع زعلان جدا ومتضايق جدا اول ما اشوف عمنا متقلب بالعربيه بقى في زكريا ناصر منتخب مصر وبتاع محمد عباس اللي بيجي له فرصه يا اسلام لما الخطيب اتعور قفش في الحته يعني انا عايز اقول لك على حاجه اللاعب نفسه ادام عندك امكانيات واحنا شايفين انك تقدر تأدي لازم تأدي يا اما بقى خلاص شكرا احنا اللي ليه واللي عليك بقى الفتره الجايه دي بقت ما فيهاش تعاطف وبعدين انا عايز اللي يديني في الملعب في نقطه مهمه يا اسلام قوي انت كلاعب نادي اهلي دلوقتي انت ما تبصش ان انا ابقى اساسي في النادي الاهلي انا لازم العب منتخب مصر وعلى الاقل اي واحد فيهم يكون له طموح انه عايز يشارك في بطوله الامم الافريقيه اللي جايه في مصر فلازم تظهر بمستوى عالي وانت حد يعرفك الا رحت النادي الاهلي انت فاهم ازاي انت بتجي لي هنا في النادي الاهلي حي الله في الدوري المحلي معروف وكلام من ده اول ما بتجي لي بتبقى في البؤره الافريقيه والدوليه وتروح منتخب مصر تمام تروح تلعب في كاس العالم وتروح ايه تبقى جاي انت من ابو 300,000 و200,000 ببيعك ب 20 و30 مليون و40 مليون يعني دي قصه ثانيه النادي الاهلي دي لازم تحسب في حاجه صغيره ثانيه كمان شفنا النهارده الشناوي بيطلع في العالي طب ليه الشناوي ما تبقاش كده على طول وايه الجون اللي دخل ماتش وماتش مش عارف ايه يعني ايه الجون اللي دخل مثلا ازاي الراجل بيحط الكره من هنا بدماغه سيبك من ايمن لا مش صعب على بس عارف ايه على بس على صعب المشكله فين صعب عليه هو اقول لك لا مش صعب عليه هو الشناوي لا مش صعب اقول لك المشكله فيها بس الشناوي ده انا بموت فيه بحبه لو تعادل يشيل دي ويشيل هو تملي الاخطاء طالع بره شويه مركبه هنبدا من محمد هاني الاول حاسس ان هتروح في الزاويه الثانيه هسه هي دي اللي عشان كده رايح الناحيه الثانيه معايا اسلام هو الخطا طبعا الهدف اللي دخل فينا خطا مركب وواضح طبعا. من بدايه محمد هاني يعني واضح ان محمد هاني ما كانش فيه ضغط عشان يمنع الكروس اللي هو سايب الراجل يلعب الكوره سهله جدا النقطه الثانيه لسه كنت بكلم حشيش مشكلتنا بس في قلبي الدفاع محمد ياسر وايمن ان احنا باصين للكوره بس ياسر ابراهيم وايمن باصين للكوره بس مش شايفين الراجل الخصم اللي هو المهاجم اللي هو يحيى شريف الهداف الطويل رقم 8 النقطة الثالثة ان هو خد المبادرة قبليه قاطع يعني من بعيد وجاي باينة يعني باينة انه قاطع من بعيد انت خليتني تستحضرني في حاجة اللعيبة بقت بتتكل على بعض وعايز اللعيب اللي جاي يشوط بقى ويخلص الراجل اسمه حسين رجب ده في ماتش الداخلية عمل فينا ايه؟ راجل جاي من ورا من نص الملعب عدى فبيقولوا له ايه اللعيبة؟ شوط بقى وخلصنا راحتين حطيتها في الثمانية بو حسين رجب ده
ادي اللي انت سايبه وانت جاي ليه بتسيبه يشوط؟ ليه ما تدخلش معاه؟ ليه سايبه حر؟ ليه في كل الماتشات الحته دي اللعيبه بتستلم مني؟ ليه كينو بيستلم مني في الناحيه الشمال دي وهو اخطر واحد في البتاع؟ ليه ما بقفلش عليه انا باثنين؟ ليه ما سيبلوش حريه التحرك؟ ليه 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 ليه؟ انت شفت ده مش كله على المدرب، لازم اللعيب يراجع نفسه. طيب. كوره في تلت الملعب، واحد استلم من الفرقه الثانيه، اتنين من عندنا بدل ما حد يروح عليه واحد يغطي الاثنين بيرجعها بحلاوه. يا كابتن شريف خلينا نروح لاهم الايجابيات في هذه المباراه. حاجه ايه؟ ناصر ناصر ماهر محمد هاني كريم نيدفيد و جود لك بعد كده. تمام اتفضل يا كابتن. اهم الايجابيات التغييرات طبعا لسرت الشوط الثاني من بدايه الدقيقه 70 دخلتنا في الجيم بشكل كبير جدا. الهدف اللي احنا جبناه من جمله جميله جدا محمد هاني ثم طبعا كريم نيدفيد المكافح المجتهد الاثنين بصراحه الولدين، مع طبعا عوده اجايب من ضمن المكاسب الكبيره اللي احنا قدرنا. ناصر ماهر وجوده كصانع العاب من ضمن المكاسب اللي احنا. شخصيه النادي الاهلي والشوط الثاني افضل كتير جدا من شخصيه النادي الاهلي في الشوط الاولاني. محتاجين بقى الاستنفار والدوافع اللي احنا تعودنا عليها من خلال الضغط على الخصم ثم الاستحواذ ثم البساط بقى اللي فيها استحواذ بساط فيها اكتر من 10 15 نقله ثم الثغره اللي احنا تعودنا عليها اللي نقدر نخترق من خلالها ونقدر نجيب هدف بشكل جيد. كابتن حشيش اهم ايجابيات هذه المباراه؟ طبعا هو رجوع النادي الاهلي تاني من خساره 1-0، ان هو رجع وكان في اصرار في الفترة الأخيرة إنك تروح وتجيب جون بعد ما برضو اللعيب الملعب اتظبط شوية، بقى فيه بلاي ميكر وبقى فيه راس حربة موجود أجاي، الدنيا اتحسنت ورجعت. طبعا نقطة من الإجابات اللي طبعا نقطة أحسن من ما فيش. اللي عايز أقوله يعني في الفترة الجاية إن شاء الله إحنا بنقول الكلام ده كله لأن إحنا حابين النادي الأهلي يرجع للشخصية بتاعت النادي الأهلي، ونبقى قاعدين كده وإحنا قاعدين في الاستوديو بنتفرج على المباريات إن إحنا زي الاول حاسين ومتاكدين النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب. سلاح النهارده مثلا بسيط برضو نسينا نقوله عليه، كم شوطه اتشاطت من لعيبه النادي الاهلي على المرمى الثاني؟ ولا كوره ال 90 دقيقه. وكان ممكن تستغل حاجه زي دي لو انت برضو مش قادر توصل يا اسلام لغايه الاخر وتلعب كروسات وكده، عندك سلاح مش موجود ما قدرتش تستفيد منه. عندك ناس كتيره بتشوط من 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 بره ال 18 زي حسين الشحات زي وليد زي نيدفيد بيشوط، ما فيش حد خالص سلية. عمل الكلام ده السوليه ما فيش حاجه خالص برضو في دي. فيعني اتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نصلح الاخطاء زي ما نقول اللي موجود هيلعب، ما نبصش بقى نقول الاصابات كتير اصابات عارفين وخلاص وحفظنا الاصابات كتير، بس كون النادي الاهلي محتفظ بالمجموعه دي خلاص في 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 شهر الانتقالات اللي هو يناير وبعد شويه خلاص الدنيا هتتقفل، يعني انت اللعيبه دي هتلعب بيها بقيه افريقيا وبقيه الدوري وكل البطولات اللي جايه. تمام كابتن شريف، الماتش جاي عندنا مباراه المقاصه. مباراه المقاصه مباراه من المباريات الصعبه، عندهم مدير فني جيد هل تفتكر ان بعد الرحله دي وبعد كذا كذا هل يلعب بنفس التشكيل برضو ولا في ناس هيريحها ولا يعمل ايه؟ تشكيل لو انت مكان استحضرتني دلوقتي في ناصر ماهر ده اللي مكسبني الماتش اللي فات. هو احنا برضو ناصر ماهر ده هنحطه على الخط ولا ايه؟ وهلاعبه تاني تايم وايه حكايه ناصر ماهر ده؟ انا مش عارف ايه قصه ناصر ماهر. لازم انا النهارده وليد سليمان عندي خلاص بقى، ما هو لازم يلعب المباراه اللي جايه. ابتدي بناصر ماهر بلاي ميكر. قال لك ما فيش قائد حتى يعني. ما فيش فكر. ده المره اللي فاتت ناصر ماهر لما سالك عن المباراه القادمه، ما هو انا ما انا هديك اللي جاي. ما انا عايز عايز اضمن اماكن للعيبه معينه عشان تكسب المقاصه. كابتن ثانيه واحده، انا بسال حضرتك سؤال، هل دلوقتي المباراه القادمه عندنا ماتش المقاصه، انت لو كمدير فني انت هتلعب ازاي؟ هل هتفكر ان انت تريح السوليه وتلعب حد تاني مثلا؟ هل هتفكر ان انت تلعب علي معلول تريح علي معلول، ولا هتلعب بنفس التشكيل اللي انت في ظل هذا في ظل هذه الاصابات الكثيره وفي ظل ان انت رايح وجاي من السفر ومسافر الجزائر وجوه الجزائر بسافر لك بلد ثانيه او محافظه ثانيه جوه الجزائر وبعدين رجعت ثاني للجزائر العاصمه وبعد الجزائر العاصمه هتاخد، راي حضرتك ايه؟ انا هستفيد من المباراه بتاعت النهارده. هتستفيد الايجابيات بالظبط، الايجابيات اللي حصلت اللي هو ناصر ماهر واجايه كويس مع وجود حسين الشحات ورمضان صبحي، فهمتني؟ ايوه دول اثنين، مع الاثنين دول
دور قوه ضربه جامده جدا. هتحل لي عمرو السوليه وكريم ندفد من صعب قوي في الوضع الحالي ده. في لازم يكملوا لازم تكمل مع ان انا ان شاء الله ماتش المقاصه عندهم غيابات كتير قوي. انا عارف ان المقاصه فيها غيابات بتاعي انطول اتكلم على الاهلي وفلق وفوافي فوافي. انا يعني انا بتكلم على فرقتي انا اعتقد ان هيبقى عندها ريفنج تقدم كوره كويسه قوي على الارض كويسه قوي. ايوه انا مش قلقان على النادي الاهلي في مباراه المقاصه بل شايف ان اللعيبه خدت دروس مستفاده قوي من النهارده بالزبط. ان عدم مبادرتهم بيحطوهم في مشاكل كتير قوي. فان شاء الله يرجعوا بالسلامه باذن الله متعافيين كلهم. برضو بعد الماتشات ساعات بتلاقي اصابات حصلت من الارض من البتاع استشفى بقى يحصل استشفى كويس قوي وبالراحه عليهم ويحط القوام الاساسي اللي هو يقدر يبقى مبادر بالنسبه له. مش انا مش هتكلم بقى 4-2-3-1 هو على الاقل انا بتكلم في ايه في مجموعه لعيبه فوتبولر يقدروا يوصلوه. هو على الأقل هيبقى عنده على الاقل هيبقى عنده حد يلعب بعمق هجومي في المباراه القادمه ساعتها. ما انا النهارده كابتن معلش النهارده واحنا قاعدين بنتكلم كده صح في بعض الاخطاء وواضحه للجميع ما حدش بيتكلم فيها. يعني ما حدش بيقول مثلا ان احنا كنا كويسين قوي الشوط الاولاني ما حدش يقدر يقول الكلام ده. ولكن في نفس الوقت ما هو انت لو انت لعيب وشايف ان انت تمسك الكره ناحيه اليمين والمهاجم اللي هو عند الكاميرا هناك ده مش موجود هقوم جاي راجع ولاعبها للي جنبي للكابتن شريف وكابتن شريف هيلعبها للكابتن محمد وكابتن محمد هيلعبها للكابتن حسين وهتفضل بالعرض 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 لغايه لما يظل وجود عمق هجومي. خليني اكمل حاجه فكرتي وبعد كده هكرت. تمام فانا قصدي اقول لحضرتك ايه احنا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده احنا عارفين ما حدش يقدر يقول ان احنا ما كناش كويسين الشوط الاولاني. احنا كنا كويسين الشوط الاولاني 100% صح. تمام لكن في نفس الوقت انا لو انا بلعب بكره يا كابتن معلش وحضرتك كنت استاذنا في الهجوم وفي انا باجي لو انت نزلت لي لتحت انا هلعب لمين في ظهرك؟ مفيش حد في لو ده التحركات اللي انا قلت لك عليها كانت راس الحرب. انا عايز اقول لك على حاجه انت فتحت عليا حاجه مش عايز انساها الباك رايت والباك ليفت. ايوه فتحت عليا حاجه مهمه قوي هقول لك الباكين دايما ما بيمسكوا الكوره لما بيلاقي الدنيا قفلت بيبقى عنده منفذ صحيح اللي هو ايه صحيح بدل ما يضطر يرجع اللي هو راس حربه كده راس حربه اللي هو مش موجود بيحطها له حته فاضيه. برافو عليك. لا انا هتكلم في حاجه ثانيه خالص هي حاجه واحده بس عشان كباتن انا النهارده حسين الشحات لما يبقى معايا اجاي والعب معاه الكوره ويمسك الكوره يحطها لي انت كاسلام سبرنت رايح الدنيا كلها عينها الناحيه دي انت بقى عندك الحريه انك تزيد تروح الكره ملعوبه لك زي الجون اللي جبناه كده تروح ملعوبه لك الكره تروح انت عامل العرضيه بتحركات محمد شريف بقى ما الفتره الجايه برده مفيش راس حربه خد بالك لا اجايح اجايح هيبقى بيصعد لازم واحد من الناحيه الثانيه اسلام اريحك لازم واحد اريحك لازم واحد من الناحيه الثانيه الماتش الجاي شريف هيلعب باللي انتهى بيه الماتش ده بالظبط طبعا ما هو ده لازم حسين الشحات ورمضان اتمنى ذلك اتمنى ذلك انا بتكلم على ايه اتمنى اللي انت بتقوله ده كابتن ماهر كده ان شاء الله كابتن ماهر انا بتكلم على ايه ان انت انا بلعب على الخط فانا دلوقتي جاي العب الكوره مفيش حد بالظبط انا كل ما اجي ابص قدام مفيش حد فاقوم جاي ماسك الكوره وراجع بيها لورا لايمن اشرف وده اللي كان بيحصل وايمن اشرف بيديها لياسر ده اللي كان بيحصل ياسر بيديها لعلي معلول علي معلول يقف كده يقوم مديها لرمضان صبحي في الشوط الاولاني يقوم رمضان باصص فوق رجع للسوليه تاني مش لاقي حد جاي راجع لورا هو ده قصدي لكن لما انا عايز اقول حاجه ان كلامك هي اللي خلتنا نتعادل تحركات هي اللي خلتنا نتعادل بس امتى حصل الكلام مين اللي راح جاب الجون براسه لما الدنيا اتظبطت ولسه راس حرب كريم ندفد هو اللي اتحرك صح كده ومين اللي اتحرك ناحيه لما اصبح اسلام الشاطر هو اللي اتحرك ومين اللي واقف لعبها بالعرض لا مين اللي واقف على الكوره وعملها لهاني اجي هو ده هو ده وده اللي انا بكلمك عنه بياخد العين ورفع الكوره وبص كويس الملعب اتظبط الدنيا اتظبطت لا لقيت بقول لك يا كابتن اسلام دول لعيبه كوره يقدروا يدوروها في الحته دي والتحركات اللي جايه من الخلف عشان علاج هتيجي الغيابات اللي هي موجوده في الحته دي تحركات لعيبتك انا ده اللي انا لا هو ده اللي انا عايز اوصل له حقيقه احنا والله يا جماعه احنا ولا ما زي ما حضراتكم شايفين الكل بيتكلم بالراحه بصراحه يعني كان حد يتكلم بمنتهى الصراحه مصلحه واحده يعني. لان مصلحه واحده لكن انا برضو بحط نفسي مثلا مكان اللعيبه اللي موجوده احنا كل شويه عمالين نقول عمالين يرجعوا لورا يرجعوا لورا انا لما بيبقى معايا الكوره وحضراتكم اساتذتنا في الكلام ده تقدروا تقولوا لنا الكلام ده كويس قوي ان لما يبقى الواحد مفيش عمق هجومي اجي ابص مفيش حد او جاي عامل كده روح مرجع الكره غصب عني خلاص بقى انا عايز ما هو انا برده مش الكره شطت في رجلي انا مش عايز اغلط انا كباك او كلاعب في نص الملعب مش عايز اغلط
بس يا اسلام لو جالك إيه؟ لو واحد جالك تحرك لك كده وواحد مشي كده هتدي ده؟ انما انت ده ما بيتحركوش. هرجع لحضرتك، ما هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه. الكلام اللي انت قلته بس هو الشيء بيتكلم اسلام صح. انا عارف، انا عارف هو بيتكلم 100 شايفين، بس انا عايز احط طفره. هو حاطط، عايز اكمل لك. هو ده يا كابتن شريف، هو ده بيجي من نتيجه الثبات، ثبات التشكيل بالظبط، واخد بالك، لاكتر من مباراتين ثلاثه. التجانس بقى من خلال 3 4 مباريات، اللعبة بتبدا تحفظ بعض. احنا عندنا مشكله علامه استفهام في الحته اللي فيها راس الحرب، عندنا اصابات 3 موجودين مش موجودين مصابين بصفه اساسيه. ده الاربعه. فالنهارده الراجل فكر بردك بتفكير هيد كوتش ان هو يقدر يلعب وليد سليمان في الحته دي، وينزل ويفضل، وينزل يفضل لرمضان، يفضل ناصر. وشفناها في مباراه سموحه بالظبط، جبنا منها هدف، وكانت جمله جميله جدا حتى الراجل بدا يركز عليها. النهارده الراجل في تفكيره كان من بدايه المباراه ان هو يدي وليد سليمان بردك كراس حربه، لكن عوده اجاييه بشكل كبير جدا زي ما اسلام بيقول هتدينا مرونه وهتدينا حريه. ما تنساش يا كابتن بقى في حاجه تحرك جميل من غير كوره او بالكوره، هتدينا كثافه عدديه كمان. الحاجه المهمه يا كابتن وهي العمق الهجومي بالظبط، زي ما احنا بنتكلم وكابتن شريف بيقول ان هو عايز يلعب بطريقه يبقى فيها عمق دفاعي اكتر. لا، العمق الهجومي برضو مهم جدا جدا جدا. لا انا بقول لك العب 3 5 2، دي قصه هنبقى حلقه. لا دي بعدين، حلقه لوحدها، دي حلقه لوحدها كمان، هيبقى صعب. ندي عايز حلقه لوحدها، ندي فرصه بقى زي واحد زي حمدي فتحي، ندي له بقى فرصه نص الملعب ان هو، لان انت برضو جايب تدعيمات، يعني انت محتاج الحته دي، فادي الناس دي عشان الناس دي ما تجيش تقعد فتره من غير لعب، ونبقى عايزين بقى ندور عليها. افتكر بس اسلام يمكن حمدي فتحي هو لسه ما خدش فرصه. ان شاء الله الفتره اللي جايه. قلت لي ماهر، هو اصلا ماهر، هو ماهر عشان الناس تفهم بس. انت قايل ان حمدي فتحي ده كان موقوف وما بيلعبش، يعني كان عنده فتره اعداد يعني عشان الناس تفهم وما لعبش، لكن لازم عايز ينغمس. يعني حاجه كابتن اسلام، يعني انا عجبني الكابتن طلعت يوسف في مباراه سموحه ان الاضافات الجديده اداها اخر ربع ساعه او اخر تلت ساعه. تمام، يعني ادى بيلمسه كده مع الفرقه وجاب جولين. ادى بيكلي واخد بالك، اللي هو جاي اعاره من بتروجيت، قدر يكسبه في الشوط الثاني. فانا عايز اقول لك ان احنا بردك خوفا على اولادنا الجدد، الحمد لله طمنا على حسين الشحات، طمنا على رمضان ياسر. صبحي على ياسر، فاضل لنا حمدي فتحي ان شاء الله، وبعد كده محمد محمود ان شاء الله، محمد محمود وهكذا وهكذا. انا شايف ان بدر بياخده في اوقات. خلي بالك انت هيجي لك الماتش الجاي جيرالدو مثلا، بالظبط، ممكن يخش معاك في ماتش مثلا إيه؟ في ماتش الجاي ده، دي قصه مقصر. مقصر هيجي وارد اجهاد، بس اجهاد مش اصابه في العضلتين، مش اصابه هي عايزه بس راحه. اجهاد في العضلتين ده اسبوع بالكتير، يعني بالظبط ما اعرفش، لكن احنا عندنا اجهاد وائل فرخه برضه لهم طبيعه غيرنا، يعني الحاجات دي بتعدي يعني على طول. الصليبي ده بيقوم بيرجع على طول. وعايز اقول لك يا اسلام ان الثبات والتجانس ده لو هنرجع للسنه اللي فاتت مع يمكن الدور الثاني مع حسام البدري اللي بدا يبقى لينا شكل وطعم واداء، حتى احنا يمكن اشدنا بيه في نص ملعب الخصم، الوان تاتش اللي كانت بتتلعب من لفه واحده، زهق الفرق بالظبط، زهقنا الفرق والضغط اللي كان بيحصل على الفرق نتيجه الثبات اللي كان عليه التشكيل. كلنا كنا عارفين صحيح مين حشيش خط الظهر، مين في نص الملعب، وليد سليمان كان بديل جاي، حتى التغييرات اللي جايه، من بره لجوه كانت كلها محفوظه. صحيح، ده يمكن اللي كان مدينا شكله واداء بشكل مميز. صحيح. يعني صحيح. طيب، يعني كلام مهم جدا جدا في هذا الموضوع، لكن خلينا برضو نروح نشوف كريم احمد في نهايه لقائنا الجزائر. اخبار لعبتنا ايه معاه؟ لقاء مع كابتن محمد يوسف. طيب اتفضلوا، محمد الشناوي اتفضل. كابتن اسلام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ونجوم الاستوديو التحليلي في كل مكان. عقب انتهاء مباراه شبيبة الثوره الرياضيه والنادي الاهلي المصري بتعادل الفريقين بنتيجه 1-1، معانا طبعا واحد من نجوم المباراه ونجوم النادي الاهلي كابتن شناوي. مبروك شناوي النهارده، النتيجه طيبه بالنسبه للظروف المحيطه فريق النادي الاهلي، المباراه، الاجواء، الجمهور، بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ وكلمني عن المعسكر واستعدادكم ازاي لهذه المباراه. اكيد طبعا الحمد لله على النقطه، طبعا اهم حاجه الحمد لله احنا ما خسرناش الماتش، الحمد لله احنا طلعنا بنتيجه ايجابيه من الماتش. طبعا النهارده بشكر اللعيبه كلها اللي موجوده في الملعب، طبعا احنا نلعب على نجيل صناعي، حاجه مختلفه عن مش حاجه متعودين عليها، بس الحمد لله المعسكر السفريه كانت متعبه شويه، طيارتين والكلام ده كله، بس الحمد لله بفرقه طبعا اول مره تصعد دور المجموعات، بس برضه الملعب والجمهور والنجيل الصناعي برضه في فرق طبعا،
الحمد لله على كل شيء على النقطة، وإن شاء الله نفكر في اللي جاي. عندنا دلوقتي الدوري ونفكر فيه، وبعد كده نخش على أفريقيا. يعني أهم حاجة بشكر اللعيبة اللي أدوا النهاردة وكانوا رجالة، والحمد لله على كل شيء على التعادل. فنيا لابد أن يبقى في التماس للعذر لمستر مارتن وليكو كلعيبة، لأن الغيابات اللي موجودة عندنا الشناوي مؤثرة بشكل كبير. يمكن عدم وجود فيرود صريح ده مؤثر بشكل كبير جدا، لكن كل الظروف دي على ما أعتقد أنتوا كنتوا رجالة النهاردة كالعادة، وأثرتوا أن أنتوا بالفعل أنتوا طلعوا نتيجة إيجابية. أكيد طبعا تأثر معاك طبعا، بس احنا فرقه واحده وكلنا لعيبه، كلنا واحد. اي حد يكون موجود يعني بيلتزم باللي يتقال له. عندنا ناس كتير مصابه، بس اللي موجود بيأدي وبيبقى راجل، واللعيبه كلها بتفكر ان هي تبقى ناخد نطلع النهارده بنتيجه ايجابيه. الحمد لله احنا طلعنا نتيجه كنا نفسنا نكسب طبعا، واحنا جايين نلعب على المكسب مش جايين على التعادل. بس برضو ظروف اللي انت ناس كتير غايبه مصابه الكلام ده كله، بس اللعيب اللي موجود وبيلعب بيأدي طبعا. اللعيبه كلها النهارده كانوا رجاله بصراحه، يعني شايف انهم كانوا رجاله، والحمد لله طلعنا اداء كويس الشوط الثاني والشوط الاولاني، كنا قافلين كويس الحمد لله على كل شيء. كان كلامي مع الكابتن طارق سليمان في لقاء امس، قال يمكن العلاقه المميزه بين الثلاث حراس هي اللي منجحه الشناوي، وهي اللي منجحه شريف اكرامي، ومنجحه على لطفي. انا معتقد بشكل عام لولا العلاقه الطيبه ولولا ان انتوا قلبكم على قلب بعض، مش هنشوف المستوى الجيد ده لحراسه المرمى النادي الاهلي. دي حاجه يعني اكيد طبعا كابتن طارق سليمان طبعا بيتكلم في حاجه اكيده، مش كلام اعلام ولا الكلام ده كله. انا وشريف وعلي طبعا احنا اي حد يكون موجود، احنا اهم حاجه عندنا مصلحه النادي، ما نفكرش في اي حاجه تاني. اهم حاجه احنا نعمل ان النادي الفرقه، ما بنكسب اللي بيكسب بيقولوا النادي الاهلي كسب، ما بنخسر بيقولوا الاهلي خسر، ما بيقولوش فرض. احنا فرقه جماعيه وبنفكر لمصلحه النادي، احنا ما نفكرش لحد مصلحته. اللي واحد بيفكر لمصلحته بقاش دي مش صح عندنا في النادي الاهلي. احنا اتربينا على كده عامه، اللعيبه الموجوده الاولاد النادي عامه يعني هم بيفكروا في كده. حتى مفيش حد فكر للشخص مصلحته، اي حد يكون موجود بيكون موجود بيسد طبعا. طبعا احنا في منافسه شريفه طبعا بينه وبين شريف وبين علي، واي حد يكون موجود، اي حد شريف موجود، علي موجود، انا في ظهره، شريف في ظهري، علي في ظهري، علي من بيلعب احنا في ظهرنا، ده لازم يكون موجود عشان الفتره الجايه دي الفتره الجايه نعديها. وان شاء الله يعني بنفكر ان شاء الله ناخد افريقيا السنه دي ان شاء الله، عشان نفرح جمهورنا اللي زعل مننا الفتره اللي فاتت. تمام، انا عارف ان هو زعلان، بس الحمد لله على كل شيء، ونحمد ربنا الفتره اللي فاتت كويس ان هي جت البطوله في سنه واحده، يعوضها لهم ان شاء الله ونركز فيها اكتر. وانا شايف ان الفرقه السنه دي فرقه عاملين صفقه كويسه، وان شاء الله نطلع بس من اللي احنا فيها، بس الاصابات والكلام ده كله، وان شاء الله نبقى واقفين على رجلينا. وان شاء الله لسه الدوري برده في الملعب، فكر برضو احنا بنفكر في الدوري، بنفكر احنا النادي الاهلي متعود على طول ان هو بيفكر في اي بطوله بياخدها، الكلام ده كله واحد. الدوري مش بعيد، احنا اهم حاجه بس نركز، وان شاء الله نقدر نفرحهم عشان هم زعلانين مننا، وان شاء الله نقدر نفرحهم دايما يعني ان شاء الله. موفقش. شكرا شكرا. بنشكر اكيد الكابتن الشناوي واحد من نجوم النادي الاهلي. اكيد المباراه كانت صعبه، اجواءها وظروفها، الاصابات، الغيابات، الملعب، حاجات عديده جدا طبعا، لكن الحمد لله يمكن الهدف اتحقق. كان الهدف الثاني طبعا اللي دخل في النادي الاهلي لو كانت حققت هتبقى ازمه كبيره جدا، لكن الحمد لله على هذه النتيجه، وباذن الله النادي الاهلي في طريقه لتحقيق الانتصارات خطوه خطوه زي ما بنأكد باذن الله. البطوله الافريقيه هذا الموسم تكون من نصيب النادي الاهلي. انا الحقيقه من وجهه نظري ان هي مكسب في حصد النقاط او في تجميع النقاط، ولكن في الاداء محتاجين نتكلم بقى زي ما حضراتكم بتتكلموا، ولكن هي في نقطه في ان احنا نجمع تجميع النقاط. صح، في المرحله كتير جدا في هذه المرحله، في ان احنا بنلعب بدون عمق هجومي. كل شويه هاكرر هذا الموضوع. صحيح. ان احنا واحنا بنلعب في هذا المكان دايما عندنا مشكله، لما بتيجي تبص لقدام ما بتلاقيش حد، فبترجع مرة ثانية لورا غصب عنك يعني. لكن نقدر بقى نشوف ايه اللي هيحصل في المباراة القادمة بعودة اجاييه، على الرغم من ان اجاييه انا متخيل مثلا ان هو مش هيقدر ياخد 90 دقيقة المباراة اللي جاية مثلا يعني. وانت من اهدافك كمان يا اسلام في المباريات الخارجية، النقطة دي فرقت معاك كتير قوي. بس اتكلم، احنا عايزين نسمع من اهدافك الخارجية بتبقى انت حاطط يا اما المكسب ثلاث نقاط، يا اما اخد النتيجة اللي بعد المكسب اللي هي التعادل، لكن ما اخسرش. فدي بدك من ضمن الاستراتيجيه الراجل بيعتمد عليها. الظروف ممكن مش موفقه معاك، يوم غريب بالشكل، الاداء عن الاستراتيجيه اللي انت واضحها. تمام. لكن عوده اجايز زي ما انت قلت مكسب كبير جدا. اجايز لعب في المكان ده وكان مؤثر بشكل. كابتن حشيش اخيرا تقدر عايز تقول حاجه؟ عايز اقول ان طبعا بكررها تاني، نقطه النهارده حاجه كويسه، احسن من ما فيش في ظل مرحله الدوري المجموعات ان انا بجمع نقاط. كذلك برضو التعادل غير الخساره،
التعادل بيديك امل في اللي جاي. الخساره في الفتره دي احنا لسه بنقول عايزين الثقه ترجع للعيبه والفرقه ككل. الخساره بترجع كذا خطوه ورا، انما التعادل وتعادل بره في ظل الاجواء والظروف دي ان شاء الله باذن الله احنا اطمنا على يعني طمناش بنسبه 100%، اطمنا جزئيا في الفترات اللي النادي الاهلي رجع فيها للمباراه ولعب لعب النادي الاهلي، حسسنا كلنا النادي الاهلي قادر ان هو لو بدا البدايات دي بتشكيل سليم من البدايه ان شاء الله باذن الله هيحقق المكسب. اهلي الدقيقه 90 بيعود مره اخرى الحقيقه، لان احنا كنا عاملين التقرير ده في البدايه ان احنا دايما بنستنى ولا نيأس الا في مع صفاره الحكم. الموضوع بينتهي النهارده، احنا في الدقيقه 85 الحقيقه احرزنا هدف المباراه، واحنا قلنا هذا التقرير في بدايه الحلقه واتكلمنا عن من النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي لا تيأس ابدا. كابتن شريف اخيرا لو عايز تقول كلمه في اطار الموضوع بتاعنا نقول ايه؟ لا عايز اقول ان شاء الله النقطه دي ايجابيه جدا، لان فيتا كلاب هيلاعب سيمبا تنزانيا بكره، وانا لازم اتفرج كلنا على الماتش ده برضو لان الاثنين بكره دول ان شاء الله. فبقول ان لو فيتا كلاب وده المفروض يعني يكسب يبقى احنا بقينا اول مجموعه بالنقطه اللي احنا خدناها النهارده باربع نقاط، وكل واحد عنده عند نقطه التنزاني. ثلاثة، فهتبقى انت برضو فرقت معاك كتير قوي نفسيا ان انت تبقى الاول على المجموعه، والمباراه الجايه عندك في ارضك هنا فتبقى ماشي بخطه ثابته، يكون اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنها ما تنساش الفرقه دي هتجي لك بقى بعد كده عندك يعني الفرقه انا مراهنكم على الفرقه دي كامل ماتش جابها يعني من خمسة وطالع مش قوي كده والله انا بقول لك كده خمسة ونص مساء خمسة وطالع يعني لا لو عندنا مواجهه ولا حاجه صريح يا عم دي فرقه بتلعبك اوف سايد جيم يعني اللي يلعب فرقه دي تلعب اوف سايد جيم دي في الكوره يعني دي فرقه مدارس دي ما لهمش دعوه اتلغت الحكايه دي زي ما انت بتقول لي الليبرو اتلغى ده دول اتلغت الحارس بتاعه قليل كمان يعني اي باس ان بتوين جول عموما يعني اعتقد ان هي نقطه مهمه في طريق تجميع النقاط او في ان احنا نقدر نجمع نقاط خلال الفتره القادمه لان هو ده المهم والاهم دلوقتي في ظل ظروف الاصابات. احنا لا نتحجج وزي ما حضراتكم شفتوا كباتن الكبار الحقيقه اتكلموا بمنتهى الصراحه في هذا الاستوديو واتكلموا ان عندنا اخطاء واتكلمنا اكتر عن الاخطاء لان هو ده الاهم دلوقتي، ولكن في النهايه في ظل اصابات كثيره وفي ظل بدايه جديده للنادي الاهلي مع مدير فني جديد ومع مجموعه جديده من اللاعبين اعتقد ان مقبول احنا بنفرحش اصل بنقطه معلش احنا متعودين دايما طبعاً ان احنا ثلاث نقاط هم دول الاهم بالنسبه لنا، فعشان كده بقول لحضرتك ان نقطه بالنسبه لنا مقبوله بس مش يعني مش هنبقى فرحانين بيها جدا لكن مقبوله في طريق ان احنا بنجمع نقاط خلال الفتره القادمه. نشوف النقطه دي ممكن تخليك تكسب الماتش الجاي واللي بعده تبقى وصلت ان شاء الله. المقبول كمان انك انت ممكن تكسب بعد الهدف اللي جبته بالظبط كده، ده اللي مقبول في المباراه بالظبط انك انت بالتحركات اللي عملتها تقدر توصل وتكسب المباراه عادي. انا بشكرك كابتن شريف على وجودك معانا رغم تعبك النهارده، انا عارف ان انت تعبان الف سلامه. الله يسلمك بشكرك على وجودك معانا النهارده، ربنا يخليك. شكرا جزيلا ان شاء الله. اشكرك يا كابتن ماهر، شكرا جزيلا على وجود حضرتك. كابتن محمد بشكرك يا فندم على وجودك معانا، ان شاء الله المباريات القادمه تبقى ثلاث نقاط دائمه للنادي الاهلي لان ده اللي النادي الاهلي دايما بيبحث او بيدور عليه. خلونا نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لمارتن لاسارتي قال ايه في المؤتمر الصحفي. ان شاء الله تبقى بدايه او انطلاقه جديده في البطولات الافريقيه بدايه من هذه المباراه، وان شاء الله المباراه القادمه امام سيمبا تبقى ثلاث نقاط غاليه جدا جدا للنادي الاهلي، ونرجع بقى نتفرج على المستوى اللي كلنا عايزين نتفرج عليه خلال المباريات القادمه مع عوده بقى المصابين اجاي هو يرجع بالسلامه ان شاء الله، وليد ازارو وحسام عاشور كمان هيفرق كتير مع رجوعه مع الفريق، كل الناس ترجع، احمد فتحي يرجع، كل الناس ترجع تبقى الامور مختلفه تماما. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كنا نتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا ثلاث نقاط ولكن نقطه اهم من او افضل من لا شيء. اشكركم وان شاء الله نلتقي في Fue un partido parejo, porque en match متوازن ما بين الفريقين. En el segundo tiempo el rival comenzó mejor, estuvo mejor. في الشوط الثاني المنافس بدأ أحسن. Convirtió el gol justamente, fue justo. وتحول لجون هدف فينا. También el gol nos dio a nosotros, nos liberó.
والهدف ده يعني حمسنا وحررنا شويه nos permitió ir en busca del empate que conseguimos ودفعنا اللي احنا نحاول التعادل وده اللي احنا عملناه creo que al final el resultado termina siendo justo يتهيأ له ان النتيجه عادله ما بين الفريقين عليكم السلام No crees que el Salim Batado es algo positivo para con Xavier Pessao? Lo que pasa es que bueno, nosotros venimos con muchos problemas, ¿no? احنا جايين بمشاكل كثيره يعني سوتيرمسيناو عاشور عندنا كابيتان اصابه عاشور هشام وهشام محمد محمود محمد محمود Hoy teníamos en el banco suplentes Hamdi Fatih, que nunca entrenó con nosotros. Hamdi Fatihi, شاب جديد لسه ما اشتركش معانا في ماتشات. Yasser debutó hoy. Yasser لعب النهارده وده اول ماتش ليه معانا. No estaba Azaro. Azaro برضه مصاب. No estaba Marwan Mohsen. Marwan Mohsen مش موجود. No estaba Salah Mohsen. وصلاح محسن. Teníamos muchos problemas hoy. عندنا اصابات كتير جدا. Vinimos con lo justo. جايين بفريق محدود. Y de hecho a Soliman lo esperamos hasta el último momento. Walid Soliman شارك في الماتش كنا منتظرين شفائه لحد اخر لحظه. Así que dadas todas esas circunstancias, كل دي الظروف اللي كانت محيطه بالفريق, creo que un empate fuera no es malo. التعادل كان شيء طبيعي جدا. ¿Cómo te parece? Bueno, yo lo conocía del Mundial, lo había visto arbitrar en el Mundial. هو شافه في المونديال قبل كده. Tiene mucha personalidad. عنده شخصية قوية في الملعب. Yo creo que estuvo bien. Tendría que ver el partido de nuevo. هو يعتقد أنه كان جيد. Pero creo que estuvo bien. ¿Cómo ves el resto del torneo? Bueno, ahora mañana juegan creo que Simba y... Vamos a ver qué pasa mañana. بكره يلعب فريقين تاني هنشوف مين اللي هيكسب بكره. Todavía quedan muchos partidos. يظل ماتشات كثيرة يعني أمامنا. No hay nada resuelto. لسه مفيش حاجة محددة أو منتهية. Sí tengo que decir. لكن يجب أن أقول. Que me gustó mucho el ambiente aquí, un ambiente muy de fútbol, muy de pasión. إن الجو العام هنا كان جو كرة قدم وده عجبه جدا. Y realmente me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho. وعجبه جدا. Un ambiente de fútbol. الجو العام لكرة القدم في المدينة عجبه جدا. ¿Tú crees que la liga es popular para ganar la Copa y el campeonato, a pesar de tantos problemas que tienen y lesiones? Bueno, la intención sí. O sea, nosotros jugamos para ganar. Los problemas no lo queremos. المشاكل مش عاوزينها طبعا لكن احنا بنلعب عشان نفوز. Pero con problemas o sin problemas. لكن بمشاكل واصابات. Al Ahly juega para ganar. الاهلي بيلعب عشان يفوز. Y nuestra ilusión, nuestro deseo. حلمنا واملنا. Es ese. ان احنا نكسب طبعا البطولة. اوكي ننتظر لو سمحتوا نستقبل. الحمد لله رب العالمين على هذه النتيجة وعلى أداء المباراة ككل. نشكر اللاعبين على المردود الجيد اللي اداوه منذ بدايه المباراه يعني ودخلوا في زمام المباراه منذ الوهله الاولى ووقفوا الند للند لفريق الاهلي ولكن كانت نقصنا اللمسه الاخيره والسرعه في تنفيذ الشيء اللي خلى يعني الشوط الاول ما كانش عده فرص للتسجيل طلبنا من اللاعبين في الشوط الثاني ان ينفذوا اكثر وتكون السرعه في التنفيذ خاصه على الاجنحه الشيء اللي جاب هدف نقص الخبرة باش ما قدرناش نحافظوا على هذا الهدف ونفس الشيء الخبرة من جانب الأهلي على ركل يعني كرة واحدة سجلوا علينا وعدلوا النتيجة على العموم نظن باللي تمنينا لو كسبنا يعني المباراة وثلاث نقاط اللي كنا نشوفوها يعني قريبة لنا أكثر من شباب الأهلي من الأهلي ولكن هذه كرة القدم اليوم نظن اللاعبين راهم مشكورين على الأداء اللي أداوه إن شاء الله هذه المباراة تزيد لهم أكثر في الخبرة في المستقبل وإحنا كما يقول لعبنا من أجل الفوز منذ البداية والحمد لله يعني نظن على العموم راضي بالمردود تاع اللاعبين ولكن النتيجة يعني خلتنا شوية
قدر تمنينا يعني بلو كون خلصنا بفوز تاريخي اللي يبقى دائما في الذاكره ويبقى دائما عند هاد اللاعبين الشبان اللي اليوم حبوا يلعبوا مع عملاق الكره الافريقيه وحبوا يكسبوا هذه المباراه اللي تبقى التاريخ عندهم. وهذه تصدر عن فريق يعني صغير من جانب التاريخ ومن جانب يعني النشاه عندما تستقبل فريق كبير والاخر هذا هذه يعني يعني طموح كان شرعي وموجوده في المباريات الكبيره. الحمد لله احنا اليوم كسبنا فريق ان شاء الله نحافظوا على هذا الفريق في المستقبل ونصلحوا اخطائنا ولهم اللاعبين يكتسبوا خبره من مباراه.